الفل على حضراتكم مشاهدي قناة تايم سبورتس. يوم جديد من برنامج العبها صح، وكالعادة على مدار 3 ساعات هيتم مناقشة لكل الأحداث الرياضية سواء محليا عربيا وأيضا إفريقيا، كرة وغير كرة. وبكل تأكيد الموسم خلاص انتهى، ولكن أحداث كثيرة جدا أكيد ممكن نتكلم فيها مع حضراتكم على مدار 3 ساعات، وأكيد في ضيافة نجومنا اللي هيشرفونا بمعلومات كثيرة وأكيد أخبار كثيرة بتخص كل الرياضات. وفي البداية أكيد حابة أصبح على الزميل العزيز يحيى حمزة. صباح الفل عليك يا مريهان طبعا، وصباح الفل على كل مشاهدي تايم سبورتس. زي ما قالت مريهان هنكون معاكم على مدار 3 ساعات من دلوقتي، كل ما يخص كرة القدم أو حتى ما يخصش كرة القدم هنكون معاكم لمدة 3 ساعات. خلونا كده وكالعادة نشوف ايه اهم المباريات اللي ممكن نتابعها النهاردة. في ايام كتيرة في الاسابيع اللي فاتت كان للأسف الملاعب بتكون فاضية، ولكن الحمد لله الملاعب ابتدت كده تاني يكون فيها بعض المباريات. نروح لأجندة اليوم ونرجع مرة تانية. مش اي عوده للملاعب النهارده، هنتابع 4 مباريات كلهم اقوياء جدا النهارده ان شاء الله، حتى لو مباريات في اطار ودي يا يحيى، ولكن برضو بمثابه مباريات مهمه نستمتع بمشاهدتها. يعني في ماتشات كتير زي ما انت قلت يا مرهان، يمكن باريس سان جيرمان عنده ماتش مهم جدا، دورتموند عنده كمان، بايرن ميونخ، يعني في ماتشات كتير جدا. خلونا نتكلم، لو هنتكلم على باريس سان جيرمان واللي بيحصل على نيمار والمواضيع كلها اللي عماله تدور عن نيمار، وكفاني يمكن طلع تصريحات امبارح شويه عن نيمار ووجوده واهميه وجوده في باريس سان جيرمان، كمان عندهم مبابي كمل خلاص، فبيعانوا كانوا السنه اللي فاتت شويه من موضوع الدكه، ان الدكه عندهم مش تقيله قوي، ولكن السنه دي باريس سان جيرمان اعتقد ان النهارده هتكون مباراه قويه جدا. حتى بروسيا دورتموند مع بايرن ميونخ، دورتموند اعتقد برضو السنه اللي فاتت عمل موسم طويل جدا، ادى موسم كويس جدا. بايرن ميونخ نفس الكلام، عندهم صفقات كتير جدا، يمكن اهمها والكل عمال يتكلم عليها، العالم كله بيحكي عنها، هو سانيه هيكون مع ميونخ ولا لا، هيرحل عن مانشستر سيتي ولا لا. كمان في ماتشين مهمين جدا بقيت الأربع مباريات. يعني النهاردة كمان هيكون في مباراة لمانشستر يونايتد وميلان الساعة 6:30 في الكأس الدولية للأبطال، أكيد مباراة قوية جدا. ممكن ميلان مش بيحظى بقى أحلى ولا أقوى المواسم بتاعته، على مدار بقى مواسم كتيرة جدا ميلان مش في أفضل حالاته، ولكن بيبقى وجود ميلان في أي مباراة بيوفر لك إن أنت عندك نسبة كبيرة جدا إن أنت هتشوف ماتش قوي وماتش حلو، تاريخ كبير جدا أكيد لميلان، وأكيد مباراة أمام مانشستر يونايتد قوية. كمان النهاردة مباراة مهمة جدا بقى بالنسبة لينا، دايما بنتكلم إن لما بيكون في محمد صلاح في أي ماتش بره بنلاقي كده الكافيهات والدنيا كلها إيه مستنية المباريات ديت. الحمد لله بقى مع عدد كبير من اللاعبين المصريين متواجدين في البريمير ليج، هنخلي بقى كده الكافيهات على طول زحمه. يعني النهارده هيكون في ظهور تاني ان شاء الله يكون موفق لتريزيجيه مع استون فيلا، مباراه وديه امام فريق لايبزيج الفريق الالماني، وان شاء الله كمان هيكون في احمد المحمدي، ولكن كل الدعم ان شاء الله ليهم هما الاثنين، ويكون الظهور التاني لمحمود حسن تريزيجيه قوي وبيثبت نفسه بشكل اكبر، يضمن لنا ان شاء الله ان مع انطلاق البريمير ليج هيكون بيظهر بشكل اساسي. اكيد هي حاجه الموضوع مفرح يا مريم، خلي بالك ان انت بتشوف لعيبه كتير او بتتابع دوري انجليزي او بتتابع ماتشات وديه، انك تلاقي لعيبه مصريه موجوده في وسط الانديه دي، اعتقد ان الموضوع بقى حاجه مفرحه جدا للمصريين، حاجه تشرف ان انت قاعد بتتفرج على ماتش سواء لاستون فيلا ولا ليفربول ولا ايا كان الماتش، ولا ارسنال مع محمد النني، ان انت شايف جوه لعيب من ابن بلدك بيلعب في النادي اللي انت فعلا كنت بتتفرج عليه قبل كده، فدي اعتقد هتكون حاجه مشرفه جدا. كل التوفيق اكيد النهارده لنجمنا تريزيجيه وكمان المحمدي ان شاء الله مع طبعا استون فيلا، كل التوفيق ليهم هما الاثنين. عايزين المحترفين يزيدوا كده وما لهمش دعوه، واحنا نفضل ندعم ان شاء الله ونساند، ودايما تكون المباريات بتاعتهم كل المصريين مهتمين ان هما يتابعوها. دي كانت الاجنده، ولكن بقى اكيد لازم نبدا كده ونشوف ايه اهم الاخبار اللي هتكون موجوده النهارده معانا في الساحه. بنبدا دايما بالتوب 5، واول اخبارنا عن الاهلي والزمالك. كنا يعني بنفكر كتير جدا مين هيكون صاحب لقب الدوري الموسم ده، هينتهي بشكل ازاي، ولكن خلاص قدرنا ان احنا نطفي الصفحه ديت، ودلوقتي بقى الاهتمام بمشاركه الفريقين ولكن على الصعيد الافريقي. اول اخبارنا في التوب 5
الأهلي والزمالك يستهلان مشوارهم القاري في نفس اليوم. كشف اتحاد كرة القدم المصري مواعيد أولى مباريات النادي الأهلي ونادي الزمالك وبيراميدز في الموسم الجديد من وأكيد اليوم اللي هيكون فيه مشاركة للنادي الأهلي ونادي الزمالك في دوري أبطال أفريقيا في نفس اليوم، دي هتكون بقى يعني متعه كبيره جدا لكل المصريين. هو كمان خليني اقول لك مرهان ان يمكن السنه دي يعني على الاخص كل الانديه المصريه سواء النادي الاهلي او الزمالك حاطين عينيهم بشكل كبير جدا عن دوري ابطال افريقيا، كل فريق بيدعم بصفقات. شفنا النادي الاهلي وصفقات النادي الاهلي 10 صفقات في نادي الزمالك، كل فريق حاطط عينه بشكل كبير جدا عن دوري ابطال افريقيا السنه دي. خلاص عارفين ان هي بطوله مهمه جدا سواء غايبه عن النادي الاهلي او النادي الزمالك، ولكن كل الانديه النهارده بتتصارع من اجل الحصول على دوري ابطال افريقيا. كمان بيراميدز والنادي المصري في الكونفدراليه اكيد كل التوفيق، نادي بيراميدز اول مشاركه ليه في الكونفدراليه، فاكيد كل التوفيق لكل الانديه المصريه في دوري ابطال افريقيا او حتى في الكونفدراليه. طيب ان شاء الله يكونوا موفقين. احنا بنتكلم ان فتره الاعداد كانت ممكن تكون ضيقه، في عدد كبير من اللاعبين والصفقات الجديده اللي تم استقطابها بالنسبه للاربع انديه ما خدوش وقت كافي ان هم يكون عندهم فتره اعداد اللي هم يتمنوا ان هو يحصل فيها بقى كيمياء بشكل كبير جدا، ولكن انا متاكده ان كل الكلام دوت مع اول ظهور ليهم وفي التدريبات خلاص اللي انطلقت اكيد بالفعل بالنسبه للانديه اللي هتشارك ان شاء الله افريقيا، ان شاء الله يكونوا موفقين في الفتره اللي جايه ونستمتع بمشاركتهم ان شاء الله. اكيد يا مرهان زي ما كان صفقات كتير سواء للنادي الاهلي او نادي الزمالك، خلاص دلوقتي بيعلن رسميا طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا لنادي الزمالك. خبرنا الثاني، وفي الساعات المتاخره امبارح كان طبعا بعض التساؤلات اللي بشكل كبير جدا عند جماهير نادي الزمالك في الوقت الضيق دوت، مين هيكون بيتولى القياده الفنيه سريعا قبل ما يكون في مدير فني اجنبي، وده طبعا السيناريو اللي بيفضله كل جماهير نادي الزمالك. فتم الاعلان بشكل رسمي ان الكابتن طارق يحيى هيكون مدير فني مؤقت لنادي الزمالك وعلى مدار الاسبوع القادم. فعقد رئيس احق ان هو يلعب او لا ده يلعب على حساب ده، فاعتقد ان الكابتن طارق يحيى هيكون عليه ضغوط شويه من يعني مش من قبل الجماهير على قد ما هي جوه، على حسب يحط تشكيلته ازاي، عنده ماتش مهم جدا زي ما قلنا في دوري ابطال افريقيا يوم الاحد ان شاء الله، فعنده الموضوع صعب شويه، عنده ضغوطات صعبه شويه هتواجهه، ولكن اعتقد ان شاء الله كابتن طارق يحيى مدرب كبير مدرب محترم، اعتقد ان شاء الله يكون على قدر المسؤوليه وباذن الله يعمل حاجه كويسه مع نادي الزمالك يوم الاحد ان شاء الله. المنافسه اكيد هتكون كبيره جدا بالنسبه كمان للصفقات اللي تم التدعيم بيها 10 صفقات او ممكن كمان هيكون 11، ولكن افريقيا 10 صفقات جديده اصبحت داخل اسوار 100 عقبه، مين هيقدر يثبت نفسه، مين هيقنع الكابتن طارق يحيى ان هو يكون بيشارك بشكل اساسي. كل التوفيق اكيد لكابتن طارق يحيى في المهمه الصعبه افريقيا، اكيد بنتمنى كل التوفيق لكل الانديه المصريه في مشاركتها، بنامل دايما ان يكون النهائيات مصريه خالصه، فان شاء الله نادي الاهلي والزمالك والبيراميدز والمصري يكونوا موفقين في الفتره اللي جايه. ده على الصعيد بنتكلم بقى فنيا وتكتيكيا، ولكن كمان على الشكل الاداري احنا بنتمنى ان الاتحاد المصري يكون موفق في خطواته اللي جايه وفي ادارته للمسابقه. بعض الثغرات وقعنا فيها الموسم دوت وتاثرنا بشكل كبير جدا وكان ليها اصداء استمرت بقى لحد الوقت الراهن من بقى تداخل والتحام في مباريات وموسم معظمه ما انتهاش، يعني للاسف نقدر نقول كده لسه في سوبر ولسه في كاس مصر ولسه في سوبر تاني، فالدنيا مش مظبطه، ولكن بقى الكويس ان احنا بنحاول نحط بعض النقط على الحروف عشان في المواسم القادمه نقدر ان احنا نسيطر على هذه النقطه. خبرنا الثالث، اجتماع اعتقد ان هو اجتماع مهم، تعالوا نشوف ايه اهم النقاط اللي هتكون فيه. زي ما قالت مريهان موسم طويل جدا، اتحاد الكره دلوقتي بتعقد لجنه المسابقات باتحاد الكره المصري برئاسه طبعا عامر حسين اجتماعا مع مسؤولي فرق مسابقه الدوري الممتاز في الواحده ان شاء الله ظهر اليوم بمقر الاتحاد بالجزيره تحضيرا للموسم الجديد والارتباطات الدوليه التي قد تعترض المسابقه. هتناقش اللجنه مناقشه طبعا عوده الجماهير مره ثانيه ان شاء الله، الى جانب مناقشه كمان وضع لوائح وعقوبات جديده على اي فرد يخرج عن النص. حلو جدا موضوع ان انت تطرح خلاص إن او ابتدت الناس تتكلم ان انت عوده الجماهير مره ثانيه، ان احنا خلاص كلنا نفسنا نشوف مره ثانيه مرهان جماهيرنا في المدرجات. ما اعتقدش ان اي مباراه الواحد وهو بيتفرج على ماتش ما بيبقاش مستمتع، بتبقى تحس ان الماتش ملوش طعم كده، ناقصه حاجه. الصوت. طبعا ناقصه صوت الجماهير. بالظبط. فاحنا وحشنا فعلا حقيقي صوت الجماهير، فاعتقد يعني قرار مهم جدا ان انت تناقشه، وقرار مهم جدا ان انت تطرحه دلوقتي عشان تحل الموضوع وان الجماهير باذن الله تكون موجوده. ما اعتقدش ان الدوري هيبقى ليه طعم خالص زي ما قلت من غير جماهير، لازم الجماهير تكون موجوده ولازم الجماهير تحضر ان شاء الله المباريات في الدوري اللي جاي.
ان شاء الله يتم حسم هذا الملف النهارده. حتى ايام تم الاعلان ان الاهلي والزمالك هيلعبوا مبارياتهم بدايه من الموسم الجاي على استاد القاهره، فدي بدايه الخبر حلو. ان شاء الله بقى يكتمل او تكتمل الصوره بوجود الجماهير داخل استاد القاهره الدولي، نستمتع باهلي وزمالك وجماهير واستاد القاهره. هي دي النقاط اللي لو اجتمعت اعتقد ان الجمهور او الجماهير المصريه مش هتكون في انتظار حاجه افضل من كده. هي دي الصوره ان شاء الله اللي احنا في انتظارها، وان شاء الله الاجتماع النهارده بعد انتهائه يتم الاعلان وبشكل رسمي ان سيناريو دخول الجماهير المصريه لمتابعه المباريات من داخل استاد القاهره اصبح سيناريو مش بس مطروح بل سيناريو قابل للتنفيذ، ونبتدي نشوفه بدايه ان شاء الله. يا مرهين شفنا الحمد لله خلاص في كاس الامم الافريقيه 2019 شفنا شكل الجماهير، والناس كلها كانت مبسوطه قد ايه بعوده الجماهير مره ثانيه. فان شاء الله شفنا نظام محترم، نظام تذكره اتعمل عشان يسهل للجماهير دي ان هي تكون موجوده وان هي يوفر لها ان هي تقدر تشوف المباريات. فان شاء الله باذن الله نشوف الجماهير. صفقات كتيره داخل الانديه، لسه كل نادي عايز يحسم صفقات، كل نادي لسه بيحارب عشان يدعم صفوفه بالصفقات. الزمالك خلاص بيقترب من حسم صفقه امام عاشور. امام عاشور واحد من نجوم فريق حرس الحدود في الموسم اللي فات، والمعار من نادي غزل المحله ممكن تكون ليه فرصه، اصبحت فرصه قريبه جدا جدا، بل يعني تقريبا تم حسم الصفقه بالنسبه لنادي الزمالك، حتى لو هو مش هيقدر يحصل على خدمات اللاعب افريقيا، ولكن فعلا الزمالك بيقترب من حسم صفقه امام عاشور، واللي اقترب نادي الزمالك من حسم صفقته طبعا صدى بعد ما توصلت اداره الزمالك لاتفاق مع غزل المحله وحرس الحدود حول ضمه الى صفوف الفريق الابيض. وطبعا غادر امام عاشور معسكر حرس الحدود مساء امبارح المقام في الاسكندريه من اجل التوقيع للزمالك بعد انتهاء كافه الاتفاقات بين الزمالك وادارتي المحله وحرس الحدود حول ضمه. من المنتظر ان يعلن مسؤول الزمالك خلال الساعات اللي جايه عن ضم اللاعب، والذي سيكون بمثابه الصفقه رقم 11 بالقلعه البيضاء بعد ضم 8 لاعبين، وهم محمد اوناجم واشرف بن شرقي ومحمد صبحي ومحمد عواد ومحمد ابو جبل ومحمد عبد الشافي واسلام جابر وكريم بامبو، وذلك بجانب عوده الثنائي شيكابالا ومصطفى محمد. نادي الزمالك قدر ان هو يعمل كذا صفقه وصفقات كتيره اكيد هتكون بمثابه صفقات مهمه لجماهيره، واكيد وجود امام عاشور في مركز بلاي ميكر هيكون صفقه مهمه جدا للاعب وكمان لنادي الزمالك. زي ما انت قلت يا مرهان فعلا هو الزمالك خلاص بيقترب من حسم صفقه امام عاشور، ولكن يعني يمكن تكلفه امام عاشور خلاص اتحددت 12 مليون جنيه، ولكن كان في اختلاف بسيط ما بين غزل المحله ونادي الزمالك. غزل المحله عايز فلوس امام عاشور كاش، ولكن نادي الزمالك كان عايز قسط. امام عاشور هيكون موجود داخل نادي الزمالك النهارده عشان يتم توقيع العقود. خلاص يعني امام عاشور بنسبه يعني خلينا نقول 99% خلاص داخل نادي الزمالك. امام عاشور لعيب مهم جدا، ادى موسم طويل امبارح، عمل كتير جدا طبعا، عمل موسم طويل جدا، كان ادى بشكل كويس. امام عاشور لعيب كويس، شفنا صفقات كتير سواء في نادي الزمالك زي ما قلت او سواء في النادي الاهلي، يعني يمكن نادي الزمالك عمل لحد دلوقتي 10 صفقات، امام عاشور بيعتبر الصفقه رقم 11 ليه. اعتقد صفقات كتير برضو، صفقات كتيرة، ولكن نادي الزمالك يعني ممكن على مدار المواسم اللي فاتت خلاص ما بقتش بمثابة مفاجأة، يعني ان نادي الزمالك بكل في كل موسم بيحب ان هو يغير الشكل العام ايا كانت بقى دي استراتيجية إدارة نادي الزمالك او من وجهة نظر مدير فني. فاحنا شفنا في الاخر صفقات كتير، ان شاء الله تكون الصفقات مش بالحجم، ان شاء الله الصفقات دي تكون فعلا مفيدة لنادي الزمالك، الصفقات تكون مفيدة للنادي الاهلي، اي نادي بيعمل في الدوري المصري بيعمل صفقات ان شاء الله الصفقات تكون مفيدة ليه. ان شاء الله تكون موفقة، لان اكيد الجماهير هتكون في انتظار ظهور كل الصفقات ديت، ومش هتقبل ان اي صفقة كده تعدي مرور الكرام. كل صفقة ان شاء الله تكون بمثابة صفقة مفيدة مهمة مرضية لجماهير الفريقين. بعيدا بقى عن الاخبار المحلية والافريقية نروح لخبر عالمي، والحقيقة اللاعب دوت على قد ما هو بيمتعنا لكن بقاله كده كام اسبوع او كام شهر احواله مش عجبانه يا يحيى، يعني عمال يعمل مشاكل تصريحات رايحه وخناقات وهو خارج بيتفسح مع عيلته. ده حقيقة. الموضوع كده مش مريحنا، ولكن هو في الكوره مريحنا ومتعنا. ميسي في خبرنا الخامس. خبرنا الخامس هو ايقاف ميسي 3 شهور دوليا وتغريمه 50,000 دولار. قرر اتحاد امريكا الجنوبيه لكره القدم ايقاف الاسطوره ميسي مع منتخب الارجنتين لمده 3 اشهر بسبب اتهامه لمسؤول الاتحاد بالفساد. ميسي عقب بعد طبعا ده بعد خروج منتخب الارجنتين امام برازيل في كوبا امريكا الاخيره، وانفجر غضبا ليتهم مسؤول الاتحاد بالفساد وبيصرح ان هم بيمهدوا البطوله. عن العقاب يعني 50,000 دولار ايه بالنسبه لميسي؟ ايه العقاب ده؟ يعني
ده مش عقاب مبدئيا ده يعني كده يعني ده حاجه بسيطه جدا يا جماعه بالنسبه لميسي اعتقد يعني بس هو مش مادي على قد ما هو ده النص الاول. النص الثاني بقى ان هو هيوقفوا دوليا، واصلا ميسي يعني مشاركته مع منتخب الارجنتين واضح جدا ان هو مش بيبقى محموق قوي عليها، فالعقابين اعتقد ان هو مش عقاب قوي بالنسبه لميسي يعني. ولكن برضه في الاخر يعني اكيد ميسي بيبقى عايز يلعب مع منتخب الارجنتين، يمكن ما بيظهرش بالشكل زي ما انت بتقولي منتخب الارجنتين، ولكن في الاخر ميسي اكيد وجوده مهم جدا مع منتخب الارجنتين، وجوده مهم جدا مع برشلونه. ميسي من اللعيبه الكبار جدا، سواء ال $50,000 هيكونوا رقم بالنسبه لميسي ولا لا، ولكن في الاخر هي عقوبه واتنفذت على ميسي. مفيش فرق ما بين لعيب ميسي لعيب كبير جدا او لعيب صغير جدا، لا هو خلاص هو فعلا العقوبه في الاخر اتنفذت على ميسي. اتمنى ان احنا نشوف ده موجود عندنا، مفيش لاعب كبير ولاعب صغير، اللي بيمشي على الكبير يمشي على الصغير. دي حقيقه يعني، بغض النظر بقى عن المبلغ او عن الايقاف او عن اي بقى حاجات داخليه في العقاب نفسه، دي مش حاجه فارقه. احنا بنتكلم فعلا ان اي لعيب بيتم معاقبته مش بتفرق هو بقى كبير صغير، وكمان هي بتبقى نقطه سوداء في تاريخه يعني، حتى لو هو مش فارق معاه المبلغ او مش فارق معاه الايقاف، ولكن بيبقى ان هو عارف ان تم معاقبته، وان دي حاجه مش بتبقى الطف حاجه سيناريو يحصل للاعيب كبير بقى قدم كتير لفريقه، واكيد كان بيحلم انه يقدم كتير كمان لمنتخب بلاده. بكده نكون خلصنا التوب 5 اهم خمس اخبار معانا النهارده، ولكن اكيد اخبار كتيره جدا ممكن نتكلم عليها في فقره الصحافه، سواء بقى عالميا محليا او افريقيا. هنبتدي معاكم فقرة صحافة من عند اتحاد الكرة، اللي خلاص بيقرر منع المدرب من تدريب ناديين في موسم واحد وعدم استقدام حكام أجانب. كشف مصدر باتحاد الكرة أنه تم خلاص قرار بمنع أي مدرب من تولي تدريب ناديين في وقت واحد في حالة تقدم المدير الفني باستقالته. كان طبعا اتحاد الكرة قد استقر بصفة نهائية على توثيق عقود المدربين مع الأندية في اتحاد الكرة، سواء طبعا بيحدث في عقود اللاعبين وتوثيقها باللجنة شؤون اللاعبين. في حالة إقالة المدير الفني من قبل النادي اللي بيعمل فيه، ساعتها بيحق للمدير الفني العمل في نادي تاني، وفي حالة رحيله عن النادي التاني سواء بالإقالة أو الاستقالة فلا يصح له العمل مجددا في نادي تالت. كما تم كمان الاتفاق على عدم الاستعانة بحكام أجانب في الدوري الجديد باستثناء مباراتي النادي الأهلي والزمالك. قرار حلو جدا، اللي هو مش هيكون عندنا حكام اجانب كتير، يعني خلاص في فرصه فعلا لحكامنا المصريين ان هم يكونوا متواجدين في الدوري ان شاء الله السنه الجايه. اعتقد ان هو قرار موفق من اتحاد الكره. قرار موفق، ولكن ان شاء الله يكتمل بقى ان حتى نادي يعني كمجلس اداره اهلي وزمالك يدوا كده الكارت الاخضر للاتحاد ان هو ما عندهمش مشكله ان حكام مصريين يحكموا في مباريات القمه، يعني دي كمان الصوره كده هتكتمل وبشكل احسن. ولكن كمان هقف عند فكره المدربين وعمل بقى لوائح بتخلينا ما نشوفش كميه الروتيشن اللي بنشوفها في موسم واحد، مدرب بيبدا مع فريق بعد كده بيروح لفريق تاني بعد كده بيروح لفريق تالت، تلاقي اصلا احصائياته في الموسم الواحد انت مش عارف تقولها من انهي فريق، مش عارف تجمعها بالظبط، يعني انت مش عارف تروح فين ولا تيجي منين فعلا. دي حقيقه، فدي نقطه الصراحه صحيح. مهمه جدا عشان المدرب كمان ما يتمش الاستغناء عنه بشكل سهل كده من قبل مجالس الاداره، دي حاجه عشان تحفظ حق المدرب. واعتقد كمان مجالس اداره الانديه لازم كمان يتعمل لها لوائح ان انت تقدر تحرك كام مدرب في الموسم الواحد، عشان هو لما يتم التعاقد مع مدرب يكون عارف هو بيتعاقد مع مين، عارف هو متقبل النتائج اللي هو يعملها ولا لا، يبقى عارف التعاقد دوت هو عايز يوصل بيه لفين. دي الحاله اللي ان شاء الله نحب نشوفها في الموسم اللي جاي من حيث بقى منظومه المدربين ومين مجالس الاداره تتعاقد مع مين، وازاي يتم التعامل مع المدير الفني وما يتمش اقالته كده مع خصوصا الانديه في اوروبا، ان بيحصل زي ما انت قلت جوزيه مورينيو ايا كان اي مدير فني في اوروبا بنشوف ما بيخسر ماتش 2-3 لا بيكمل حتى لو لنهايه الموسم بعد كده بيقال في نهايه الموسم. هنشوف ان شاء الله، ولكن كده واضح ان في بدايه يعني نبات كده لقرارات بتحصل في داخل منظومه كره القدم، مش بس بقى مثلا بنتكلم في لوائح، لا بنتكلم في تظبيط المباريات، عدد البطولات اللي كل نادي يشارك فيها، اهو بنتطرق كمان لقضيه تدوير المدربين وازاي يتم السيطره عليها. كل الحاجات دي ان شاء الله تكون بتصب في مصلحه الكره المصريه. بس نكمل بقيه اخبارنا، ومن ايام كنا بنتكلم عن مباريات الانديه المصريه في افريقيا وتحديدا نادي الزمالك واللي عنده مباراه هتكون مهمه وصعبه امام فريق ديكاداها الصومالي، فتواصلت وديه قبل مواجهه اطلع بره. بيواصل فريق الكره تدريباته في النادي الاهلي استعدادا لمواجهتي اطلع بره في ذهاب واياب دور ال 16 لبطوله دوري ابطال افريقيا، واللي هتقام في مصر بناء على اتفاق بين النادي الاهلي مع بطل جنوب السودان. كان الاهلي قد بدا امس الجمعه الاستفات،
واللي اعلن بقى اكد مهندس فرج عامر رئيس مجلس اداره نادي سموحه ان الاهلي ما تواصلش وما طلبش مهاجمه حسام حسن باي شكل من الاشكال. وقال كمان فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: لا يوجد اي عرض من الاهلي لشراء حسام حسن رغم قوه العلاقه بين سموحه والاهلي وعلاقه الود والاحترام اللي بتربطني بالكابتن محمود الخطيب. مهاجم حسام حسن صاحب التسع اهداف في الموسم اللي فات، واضح ان هو اكيد ممكن تكون في اعين كتير عليه، ولكن المهندس فرج عامر بيعلن ان ما كانش في اي تواصل من النادي الاهلي علشان يضم حسام حسن، ولكن من المؤكد ان كان في عروض كتير ممكن تكون عند اللاعب، ولكن مش بالساهل بقى دلوقتي اي لاعب بيتالق وبيجي له عروض مش بالساهل ان مجالس الاداره تفرط في حد ممكن يكون مؤثر بالنسبه لها. ما بقاش في حد، بقت دايما لما الماده بتكون موجوده او ان انت تحتفظ بلاعب، لا ما بقتش سهله قوي ان انت تقول من ماخد الفلوس، مش صحيح. دايما. ولكن يعني هو خلاص طالما يعني في اول ما الكلام بيطلع كده مريان ان في عرض لضم شراء مثلا فلان الفلاني من كذا، بيبقى في كلام يعني سواء نفى هنا او نفي هنا، ولكن بيبقى في كلام من الانديه او كلام طلعت اكيد. طالما الخبر طلع يبقى اكيد في كلام حصل على حسام حسن ان هو هينتقل من نادي سموحه، ولكن ممكن تكون الصفقه ما تمتش او حصل تعثر في الصفقه. يعني ممكن يكون حصل كلام ولكن الكلام بيطلع وكان في اتفاق مبدئي ولكن ما تمش. خلينا نروح برضو لسه في اخبار نادي سموحه، وسموحه بيستعجل رد النادي الاهلي لضم ناصر ماهر واسلام محارب. خاطب مسؤول نادي سموحه اداره النادي الاهلي لضم الثنائي ناصر ماهر واسلام محارب لتدعيم صفوف الفريق السكندري بناء على رؤيه الجهاز الفني طبعا تحت قياده كابتن حسام حسن على ان تتم الصفقه سواء على سبيل الاعاره او حتى البيع النهائي. بيرغب نادي سموحه في تدعيم صفوفه بثنائي النادي الاهلي ناصر ماهر واسلام محارب بعد ما خلاص اقتربوا من الرحيل عن صفوف النادي الاحمر. يمكن مريهان شويه ناصر ماهر واسلام محارب بعد خروجهم من القائمه الافريقيه للنادي الاهلي والحسابات او حتى خارجين من حسابات مارتن لاسارتي في اخر كام ماتش، يمكن شويه ممكن يفكروا ان هم ينتقلوا الى نادي سموحه. سموحه داخل في الموضوع بجد جدا، سموحه عايز يحصل على اسلام محارب وناصر ماهر، اعتقد اثنين لعيبه مهمين جدا سواء داخل النادي الاهلي او حتى لو انتقلوا لنادي سموحه. يعني بعتقد ان اي لاعب شايف ان هو ليه فرصه ان هو يكون بيشارك مع نادي اخر حتى لو هيخرج من نادي كبير زي النادي الاهلي او نادي الزمالك او اي انديه كبرى في الدوري المصري، ولكن من على دكه وان هو يكون بيشارك، اي لاعب عنده الفرصه ديت احنا دايما بنتكلم فيها ان هي ممكن تكون افضل وبتكون بوابه ان هو يعود مره ثانيه للمشاركه. يعني الموسم دوت احنا بنتكلم اهو ان مصطفى محمد هيرجع مره ثانيه ويكون بيشارك بشكل اساسي مع نادي الزمالك بعد ما كان معار، فدي حاجه جيده، دي بقى بمثابه ان هي نقطه يتوقف عندها ان مش دايما الاعاره دي بتكون حاجه وحشه، بل ممكن اعاره تكون فرصه ان انت تثبت نفسك في نادي اخر علشان تعود لناديك الاساسي مره ثانيه وتقدر ان انت تكون بتحقق. شفنا مثال حقيقي لاكثر من لعيب، يمكن لعيبه النادي الاهلي اللي خرجوا الموسم اللي فات راحوا نادي الجونه كلهم تالقوا بشكل كبير جدا، فيهم اللي خلص لنادي الجونه وفيهم اللي تم تجديد اعارته مره ثانيه. فما اعتقدش ان هي هتبقى حلوه ان انت تبقى موجود بس في النادي او انا موجود في نادي الفلان عشان افضل موجود، لا يعني ما هو انت لو هتفضل موجود في النادي الاهلي او نادي الزمالك او حتى اي انديه باقي انديه الدوري المصري، مش مهم انك تبقى موجود، المهم انك تشارك، المهم انك تأدي، المهم انك تظهر، لان انت عندك كيان تاني خالص اسمه منتخب مصر. فانت لو بتلعب من اجل ان انت تكون موجود في النادي فقط فدي مشكله تانيه خالص، انت اعتقد ان انت عندك كيان تاني خالص اسمه منتخب مصر، فاللي بيطلع عشان يأدي مش لازم تقعد على الدكه تماما. يعني لو عندك فرصه ان انت تطلع اعاره مش لازم اسم النادي ايه، بس انت كده كده بتظهر. خلاص دلوقتي احنا وصلنا لمرحله ان انت اي نادي داخل الدوري المصري الناس بتبص عليه، منتخب مصر بيبص عليه، حتى احنا كاعلاميين او اي حد كل الناس بتبتدي تبص على كل انديه الدوري المصري، ما بقاش زي الاول شويه كنت تبص على نادي الاهلي فقط او نادي الزمالك بس اللي بيبقى لاعبتهم من المنتخب واثنين ثلاثه لعيبه من بره. ولكن اعتقد ان الاعراض دلوقتي هي فرصه جيده جدا لكل اللاعبين اللي بيخرجوا سواء من النادي الاهلي او من نادي الزمالك او حتى من انديه اخرى. بالظبط، يعني الاعاره دلوقتي بقت ممكن تكون نقطه لانطلاق، مش شرط ان هي تكون نقطه ان انت بتخسر ناديك، وان شاء الله يكونوا موفقين ونشوف اكبر عدد ممكن من اللاعبين بيتم بقى مشاركتهم ونجوم. يعني احنا بنتكلم في الاسامي اللي ممكن تكون في صفوف نادي سموحه، دول نجوم لما هيروحوا وهيشاركوا اكيد هتكون ليهم فرصه ان هم يقعدوا مره ثانيه للنادي الاهلي بقى علشان يكون ليهم مشاركه اساسيه او حتى كبدلاء، ولكن ما يبقاش جاي في ترتيب البدلاء رقم 3 و4، فبالتالي ما بيكونش بيشارك. نروح نتكلم بقى عن نقطة تانية، كنا لسه بنتكلم من دقايق قليلة عن الحكام والحكام المصريين اللي احنا نأمل ان شاء الله ان هم يكون في الموسم اللي جاي يكونوا موفقين ويكون ليهم فرصة بشكل اكبر ان هم يشاركوا ويتم اسناد المباريات الكبيرة ليهم بدون اي ضغوط، ويتم كمان
الارتقاء بمستواهم، يعني نشوف ايه اللي المفروض، ايه المعسكرات اللي تتعمل، ايه الحاجات اللي ممكن تتعمل علشان تطور من قدرات الحكام المصريين. ودي حاجه اكيد بتكون داخل بقى لجنه المسابقات وتحديدا لجنه الحكام. فاقترح مسؤوله اتحاد الكره في الجبليه طبعا ان يتولى شخصيه قياديه للجنه الحكام، وده طبعا اكيد حاجه مهمه جدا ان هو يكون قيادي، وده قبل ان يتم دراسه مقترح اخر وهو اسناد اللجنه للحكم الدولي ورئيس اللجنه السابق محمد حافظ، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات اللي جايه. وتولى عصام عبد الفتاح عضو الاتحاد السابق الاشراف على لجنه الحكام في الموسم اللي فات. كل التوفيق ان شاء الله لايا كان مين هيتم اسناد لي هذا الملف وهذه المهمه، لان هي اكيد مهمه صعبه، والحكام من العناصر المهمه جدا في المنظومه، في منظومه كره القدم وتحديدا في مصر بيتعرضوا لضغوط كتيرة جدا بيتعرضوا لجاي. صحيح زي ما انت قلت مرهاني، يمكن اول حاجة بتطلع في نهاية المباراة سواء الخصم اللي خسر او اي فريق خسر، بيطلع اول حاجه بتتهم اول متهم بالنسبه لك بيكون هو الحكم، بتقول ان الحكم ده ما حسبش ضربه جزاء، الحكم لا اصل هو لو كان حسب هنا كان زماننا كسبنا مش عارف ايه. فدايما في لغط كبير جدا على الموضوع ده. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لحكامنا المصريين الموسم القادم. لسه مكملين في الصفقات، نادي المقاولين بيضم برنس باري لاعب منتخب سيراليون، خلاص بشكل رسمي نجح نادي المقاولين العرب في التعاقد مع برنس باري لاعب منتخب سيراليون اللي خلاص وقع اللاعب على اللي جاي ان شاء الله بيجيد اكيد في اكتر من مركز وبيلعب في وسط الملعب على وقع خلاص على في البدايه كده. حابين بقى نتكلم عن اهم الصفقات اللي تم ابرامها في الموسم دوت، واهم التدعيمات اللي كنتوا حابين تدعموا بيها في موسم انتوا ظهرتوا فيه بشكل جيد جدا جدا وكسبتوا نقاط من فرق قويه جدا، ايه اللي بتتمنوه في الموسم اللي جاي من صفقاتكم؟ طبعا وكان موسم صعب جدا والحمد لله ربنا كان موفقنا فيه، وجينا مسكنا نادي في ظروف صعبه، بس الحمد لله اللعيبه والتوفيق كان معانا والاداره كانت معانا، فالحمد لله نهينا بشكل كويس. ده بيصعب الموضوع. الدوري اللي جاي الموسم اللي جاي عندكم طموح اكبر النادي المقاولين يكون موجود في حته احسن من الدوري اللي فات؟ طبعا احنا كان اول ما جينا كان انا زي ما انت عارف موقف النادي كان صعب والفرقه كانت صعبه، الحمد لله طلعنا من المرحله اللي كان فيها الصعوبه. الطموح عندنا زاد لما لقينا نفسنا ماشيين فتره طويله مربع ذهبي احنا والمصري، فالطموح كان بقى عندنا اللي احنا عاوزين نفنش رابع بس ما حصلش نصيب، فاكيد الطموح مش هيقل، يعني المفروض الطموح هيزيد، اللي احنا لازم برضه نبقى من الاربع فرق الكبار اللي موجودين في الدوري، واحنا شغالين على كده وربنا يكرم ويكون التوفيق محالفنا بس السنه الجايه ان شاء الله. طب يا كابتن رامي، يعني بنتكلم ان طاهر محمد طاهر واحد كان من النجوم اللي قبل بقى يعني ما يتم الاصابه كان الكل بيتوقع له ان هو هيتالق بشكل كبير جدا، ان هو ممكن يكون ليه فرص ان هو يحترف، ولكن الاصابه للاسف جت وفي وقت صعب جدا. طمنا عليه في الوقت الحالي ومشاركته الموسم اللي جاي مع نادي المقاولين العرب ممكن تكون بشكل اساسي الى اي مدى، والسيطره على الاصابه وان شاء الله يكون موفق يعني. هو طاهر طبعا اتصاب في وقت كان ماشي كويس جدا وانضم للمنتخب الاول ولعب، وكان مش هقول وعود، هو كان في باين جدا اللي هو كان هيبقى في البطوله وكان هيبقى له دور كمان في البطوله في المنتخب، بس قدر الله ما شاء فعل هو جات له اصابه في وقت مش مناسب، والحمد لله النادي ما بخلش عليه وسافر المانيا وعمل العمليه ورجع من المانيا كمل التاهيل هنا. ونقطة بس عاوز أوضحها للكلام كتير كان بيتقال على ماتش الأهلي اللي طاهر مش هيلعب، وطاهر أصلا كان في ألمانيا كان بياخد الأوكي من الدكتور اللي هو ينزل يلعب ماتشات، يعني هو كان واخد الأوكي في التدريب وكل حاجة ما عدا يلعب ماتشات حتى ودية ما ينفعش. حضرتك بتتكلم على نقطة اللي الناس كانت بتقول إن في نوادي بتسيب لنوادي ماتش ولاعيبة كتير مش هتلعب، محدش عارف ظروف كل نادي، هو كلام بيتقال في الإعلام وللأسف ناس بتصدقه. يعني هو طاهر راجل في المانيا بياخد الاوكي اللي هو يلعب ماتشات رسميه، وطاهر هيكون اكتر حد كان عاوز يلعب واحنا عاوزين نساعده عشان في تجمع منتخب اولمبي كان حابب يبقى موجود، بس للاسف الدكتور كان ممانع فعلا، يعني هو لسه واصل من المانيا امبارح على التمرين وموجود عادي في التمرين بشكل طبيعي وبقى تمام. وبرده معلش انا بس النقطه دي هكمل حضرتك فيها، حتى احمد علي برده راجل كان عليه شرط جزائي وحط الفلوس في النادي ومشي مش احنا اللي مشيناه. امير عابد الباك رايت الاساسي عندنا موقوف، ما كانش حد موجود عندنا الباك رايت الاحتياطي، تيتا كان راجل مجبس رجله ما عندناش باك رايت اصلا،
يعني في ظروف جوه الفرقه مش شرط نطلع نقول حجج يعني. صحيح كابتن، الفريق هيسعى انه يخسر اكيد. صحيح يعني كابتن رامي، بما انك ذكرت وعدم رحيل طبعا بعد رحيل احمد علي لنادي بيراميدز، وانت بتتكلم دلوقتي عن رحيل احمد علي، عندكم مشكله في هجوم نادي المقاولين السنه الجايه؟ عندك محمد طلعت في ازمه في هجوم نادي المقاولين السنه الجايه ولا كابتن عماد النحاس قادر يحل الحته دي؟ لا لا، هو احمد طبعا لعيب كبير ولعيب محترم ولعيب مؤثر. صحيح. بس يعني هو في يعني مثلا سيف الجزيري، راجل من اول ما جبناه في يناير هو بيلعب تسعه بيلعب. طيب هو مش معانا كابتن رامي ربيع. اه كابتن رامي قفل. كابتن رامي ربيع مدرب المقاولين العرب، نشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله النادي ان شاء الله النادي يكون موفق في الموسم اللي جاي ان شاء الله. اكيد طبعا. نستكمل بقيه اخبارنا ونروح بقى للدراويش، فاعلن النادي الاسماعيلي تعاقده مع العراقي همام طارق الذي رحل عن الاستقلال الايراني في يوليو اللي فات، ولعب طارق الجناح الايسر للقوه الجويه العراقي والاهلي والظفره الاماراتيين، وارتدى قميص ازاي حكي يا كابتن؟ صباح الفل عليك. ربنا يخليك. صباح النور. لا صفقات كبيره يعني، احنا اللاعبين العراقيين مفتقدين وجودهم في الدوري المصري بقالنا فتره كده. كلمنا عن الصفقه ديت وايه المنتظر من وجود هذا اللاعب صغير السن الواضح كده ان هو يعني بيحب يسجل اهداف وان هو قوي هجوميا. والله بص حضرتك، احنا يعني ادينا السنه كابتن صبري، هنحاول نعود مره ثانيه بالاتصال، ممكن نستكمل بقيه اخبارنا، ولكن اكيد الوقوف عند اهم صفقات النادي الاسماعيلي اكيد في الموسم ده اكيد طبعا. أكيد زي ما اتكلمنا طبعا، النادي الاسماعيلي يمكن عنده حاجات كتير جدا، عنده صفقات كتير جدا. يمكن النادي الاسماعيلي طلع محمود متولي، خرج محمد عواد، محمود متولي رحل للنادي الاهلي، محمد عواد رحل للنادي الزمالك، وتمسك بباهر المحمدي يمكن من اعمده الفريق، عشان زي ما قلت لحضراتكم النادي الاسماعيلي عايز يقدم موسم جاي، عايز يقدم موسم قوي، عايز يقول لجماهير النادي الاسماعيلي لا احنا فرقه فعلا بننافس، احنا فرقه مكاننا مش زي اللي احنا ما شفتوه السنه اللي فاتت، ولكن احنا ان شاء الله مكاننا هيكون في حته احسن. بينضم لنا مره تانية على الهاتف كابتن صبري المنياوي، برحب بيك، اتفضل يا كابتن. انا مسافر رايح اتحاد الكوره وكده. ده يا كابتن توصل بالسلامه. توصل بالسلامه، اتفضل حضرتك. هو يعني طبعا احنا النادي الاسماعيلي نزل نزله كبيره قوي الموسم الماضي. أيوة. يعني ما تعودناش على كده خالص. صحيح. واحنا طبعا اداره النادي كانت مصممه ان احنا نطلع برضه فجاه يعني على مستوى النادي الاسماعيلي. فكل الصفقات اللي جت الحمد لله واللي جايه ان شاء الله. اكيد للنادي الاسماعيلي في الموسم اللي جاي لا غنى عن وجود الاسماعيلي في المربع الذهبي، نادي جماهيري، نادي ليه جمهور وحوش وراه، وان شاء الله يعود مره ثانيه الى مكانته الطبيعيه، دايما هو بيكون في القمه، مبارياته دايما بتكون مباريات قمه. صحيح زي ما انت قلت مريهان، كل التوفيق لنادي الاسماعيلي ان شاء الله. خلينا نروح نكمل باقي اخبارنا. والاتحاد المغربي بيفاوض خليل وزيتش لخلافه رينارد، ذكرت خلاص صحيفه المنتخب المغربيه. المدرب الفرنسي وحيد خليل وزيتش هيجتمع بمسؤولي الاتحاد المغربي لكره القدم الاسبوع المقبل بخصوص الامور اللي بتتعلق باشرافه على المنتخب المغربي. هيرفي رينارد يعني قعدنا كده في كذا اسبوع نسمع ان هو هيرحل، لا هيبقى، لا هيرحل، لا هيبقى، ليه تم قرار ان هو يرحل؟ وهل هي كانت برغبه المدرب ولا كانت برغبه الاتحاد المغربي وممكن الجماهير والاعلام؟ هو بالنسبه لموضوع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد كان متوقع انه سيرحل بعد كان مصر، سواء كانت نتيجه ايجابيه او كانت بالطريقه التي شاهدها الجميع الخروج من دور ثمن النهائي امام البنين. هيرفي رينارد كان اتفق مع مسؤولي الاتحاد المغربي لكره القدم قبل الكان على انه يريد تغيير الاجواء، وبعد الاقصاء امام البنين اكيد المدرب الفرنسي، وهو اقول لك ان الجامعه المغربيه الاتحاد المغربي قام بيوم دراسي من اجل دراسه مستقبل كره القدم المغربيه، وكلف لجنتين تقنيتين من اجل اختيار خليفه المدرب الفرنسي هيرفي رينارد. كان المرشحين هم اربعه. المدير الفني المحلي في الوقت اللي احنا شايفين ان منتخب مصر بيسعى لاستقدام مدير فني محلي، على الصعيد الاخر منتخب الجزائري وتالقه مع مدير فني محلي، طب هل الصحافه، هل الاعلام، هل الجماهير بتفضل السيناريو ده اكتر من المدير الفني الاجنبي، ام لا هم رايحين لمدير فني اجنبي اخر؟ هو دائما في اي اخفاق للمنتخب المغربي نتحدث عن من الافضل، مدرب محلي ولا مدرب اجنبي. نعرف ان المنتخب المغربي افضل انجاز خلال السنوات الاخيره حققه مع مدرب محلي،
اللي هو بدر الزكي الذي وصل بالمنتخب المغربي الى نهائي امم افريقيا 2004 بتونس. اليوم بعد نكسه اقول بعد نكسه كاس امم افريقيا بمصر قلنا يجب التفكير في استراتيجيه جديده، وحتى الاتحاد المغربي قالها بصراحه، نريد هويه مغربيه، نريد كره وطنيه بهويه مغربيه، كنا ننتظر انه سيتم تعيين اطار وطني من اجل خلافه هيرفيرونا بقياده سفيره المنتخب، لكن للاسف ممكن هي عقليه الاجنبي دائما عندنا في مسؤولي الكره المغربيه، عندهم هذه عقده اسناد المهمه الى اطار محلي. للاسف الشديد حتى في اختيار اللاعبين يتم تهميس اللاعب المحلي ولا يبقى لدور المنتخب المحلي اي قيمه. لماذا لدينا منتخب محلي ولدينا كاس امم افريقيا للمحليين؟ المغرب هو حامل لقبها لكن لا يتم الاستفاده من المنتوج المحلي. نعرف ان الانديه المغربيه هي من الانديه القويه على مستوى المسابقات الافريقيه، ولكن للاسف الشديد دائما هذه عقده الاجنبي في انتظار تغيير هذه العقليه مستقبلا، لان الكره المغربيه في حاجه الى ابنائها الذين يعرفون اسرار وخبايا وعقليه اللاعب المغربي الرياضي المغربي. صحيح. نعم بالتاكيد. طبعا اكيد كل التوفيق اكيد لمنتخب المغرب، سواء ان شاء الله حددتوا المدير الفني ولا لسه، كل التوفيق اكيد لمنتخب المغرب. بشكرك شكرا جزيلا لاستاذ عمر. منتخب المغرب برضه مريم منتخب قوي، ولكن هو يمكن ما ظهرش شويه في كاس الامم الافريقيه 2019 بالشكل اللي الناس كانت مستنياه منتخب المغرب. بالزبط. يعني كله كان بيتكلم عن منتخب المغرب اللي هو مرشح بقوه، ولكن شويه كان في شويه اضطرابات عندهم في كاس الامم بنسبه كبيره جدا، خصوصا ان ظهور المنتخب المغربي مش هيتنسي خالص في كأس العالم روسيا 2018. كان ظهور رائع فوق الراقي، كانت حالة كده استثنائية قدرت تقدمها الكرة المغربية بجماهيرها من مجموعة كانت صعبة جدا، لعبوا مع منتخبات كبرى أبرز المنتخب الأسباني على ما أتذكر، منتخب البرتغال، يعني تتكلم إن هم قدروا يعملوا، كانوا عملوا أداء رائع جدا في مجموعة صعبة جدا، فإن شاء الله تعود مرة تانية الكرة المغربية ويوفقوا في حسم ملف أو قضية مين المدير الفني القادم. ده طبعا بجانب يعني حتى عندهم برضو يوفق يعني يعني حتى عندهم برضو ان هم عايزين مدير فني وطني، يعني حتى لما بتتكلم مع حد الشارع عايز مدير فني وطني في مصر، عايزين مدير فني وطني. يعني شويه خلاص، يعني اكيد ادرى شويه ان انت لما بتجيب مدير فني وطني بيبقى ادرى باللي بيحصل، ادرى بالدوري المصري، فعارف اللعيبه اللي موجوده، هيقدر يعرف يعمل قائمه منتخب فعلا هو ادرى بيها، ملم بكل الاحداث اللي بتحصل داخل الدوري المصري. فاعتقد سواء في منتخب المغرب او منتخب مصر او اي منتخب لازم بيبقى شويه زي ما شفنا كده تجربه الجزائر، شفنا جمال بالماضي وقد ايه هو قدر يعمل اللي هو عايزه في منتخب الجزائر، عارف يجيب اللعيبه اللي هو محتاجها، عارف يعمل دكه قويه، عارف يعمل فريق في الملعب قوي. فهو ده فكره المدير الفني الوطني سواء لمنتخبنا الوطني ان شاء الله او حتى لمنتخب المغرب، زي ما اتكلمنا مع الاستاذ عمر كان بيتكلم ان الشارع المغربي عايز مدير فني مغربي عشان يكون ادرى بفكر وعقليه اللاعب المغربي ويعرف يتعامل ويعرف يوصل للي هو عايزه. نتمنى ان شاء الله مدير فني وطني سواء لمنتخبنا الوطني او حتى المنتخب المغربي. بالنسبه لنا اتحسمت خلاص، تم الاعلان بشكل رسمي ان هو مدير فني محلي، لسه بقى هنعرف مين في الايام اللي جايه. نستكمل بقيه اخبارنا ونروح لاخبار بقى عالميه. وفي وقت كنا شايفين ان فان دايك يا لهوي ده اكتر بقى لعيب بقى تم انتقاله في صفقه كبرى ومدافع صحيح. واغلى مدافع والكلام ده، كل ده بيبقى في موسم، وبنروح الموسم اللي بعده الكلام الموسم الجاي حاجه ثانيه خالص، كل حاجه بتتغير. الموسم اللي جاي كلام جديد، ماجواير بيقترب من ان يصبح الاغلى في تاريخ مدافعي كره القدم، فاتم مانشستر يونايتد اتفاقه مع مانشستر سيتي لضم المدافع الانجليزي هاري ماجواير في الموسم اللي جاي مقابل مبلغ 80 مليون جنيه استرليني علشان يصبح اغلى مدافع في تاريخ كره القدم. في حال تمت الصفقه هيبقى بيتفوق اكيد على الهولندي كمان اللي كانت صفقته بتقدر ب 75 مليون جنيه من انتقال فان دايك لفريق ليفربول. صحيح، يعني خلينا نكلمك برضو مليان ان ماجواير من اللعيبه قوية جدا داخل الدوري الانجليزي، شفناه في ليستر سيتي كان بيقدم موسم طويل جدا مع ليستر سيتي السنه اللي فاتت. ماجواير حتى مع منتخب انجلترا، ماجواير من اللعيبه الكبار جدا، هيكون اضافه قويه جدا لنادي مانشستر يونايتد. لسه الكلام ما اتحسمش بنسبه 100%، ولكن اعتقد ان ماجواير خلاص قرب جدا لنادي مانشستر يونايتد. نتمنى اكيد التوفيق، لان انا شخصيا ماجواير انا شريك، خلي بالك انا شريك في الفانتزي، فمستني ماجواير يروح مانشستر يعني. يونايتد عشان اعرف هو هيروح فين، يعني اعرف
اشتريه فين، ولا اسيبه في ليستر سيتي، ولا يعني يحددوا لنا عشان برضو الناس اللي بتلعب اكيد في ناس تانية عندهم مشاكل كبيرة زي يحيى واصحابه. طبعا فدي فالموضوع اكيد كبير. لسه مكملين اخبارنا العالمية، وخلاص لاول مرة سيدة بتدير مباراة السوبر الاوروبي بين ليفربول وتشيلسي. عين خلاص الاتحاد الاوروبي الفرنسية ستيفاني فرابر لادارة مباراة السوبر الاوروبي بين ليفربول وتشيلسي في 14 اغسطس المقبل اللي هيكون في تركيا. طبعا الفرنسية سبق ليها ادارة نهائي كأس العالم للسيدات 2019 بين الولايات المتحدة الامريكية ومنتخب هولندا. طبعا حاجة حلوة جدا ان احنا بنشوف ان اللي هيدير مباراة السوبر الاوروبي اكيد حاجة عظيمة. طبعا لازم تقولي حاجة عظيمة بقلب قوي. ايوه طبعا. انا عارف، انا عارف الثقة اللي جاية دي. فطبعا حاجة اكيد حلوة جدا ان انت بتشوف في الاخر الحكم هي واحدة سيدة اللي بتحكم ان شاء الله ما بين ليفربول وتشيلسي. حاجة دي مباراة ياخدها محمد صلاح بحكم ست بتهيألي. اعتقد فهي تجربة، هو يعني لسه محمد صلاح ما شافش كل حاجة مختلفة في تجربة احتراف، واول مرة اعتقد ان هو هيخوض مباراة والحكم هتكون مرأة. ان شاء الله تكون موفقه. انا هتابع المباراه ديت يعني بعينين. لا خلاص انا عرفت كده ان انت كده مركزه في الماتش ده. الماتش ده يعني انت الماتش ده انت هتتابعيه بقوه. كل التوفيق اكيد لمحمد صلاح في المباراه غدا باذن الله، تكون انطلاقه كده للموسم الجديد يطمنا عليه، ويا رب يعني نشوفه ثلاث سنين على التوالي او ثلاث مواسم على التوالي هداف للبريمير ليج. مفيش حاجه بعيده ان شاء الله عنه وعن قدراته وعن طموحه، لان هو طموحه كبير جدا جدا ورفع علينا احنا كمان سقف طموحنا. كده نكون خلصنا اهم الاخبار، ونروح بقى لفقره سؤال وجواب، ونستعرض مع حضراتكم ابرز الاسئله اللي موجوده في الشارع ونجاوبها لحضراتكم. يلا نشوف ايه اول سؤال. اول سؤال معانا، هل تفاوض نادي الشرطه العراقي مع حسام حسن لاعب سموحه ولا لا؟ نفى مسؤول نادي الشرطه العراقي ما تردد حاول دخولهم في مفاوضات مع حسام حسن مهاجم نادي سموحه. وقال محمود نصار مدير التعاقدات بالنادي العراقي، كلما ذكر بشان المفاوضات او العرض المالي غير صحيح، ومفيش اي حاجه من الكلام ده خالص. واعتقد ان حسام حسن لاعب نادي سموحه هيكون زي ما قلنا في اول حلقتنا، وقالت مريهان ان حسام حسن والاستاذ فرج عامر طلع قال ان هو مكمل في نادي سموحه ان شاء الله الموسم اللي جاي. السؤال دوت اتطرح وتم نفيه، لان من ساعات قليله كان عبر حسابه على تويتر مهندس فرج عامر كان بيقول ان في رفض النادي عرض من الشرطه العراقي لاستعاره اللاعب حسام حسن لمده عام ب 500,000 دولار. ده كان خبر على تويتر كان بيعلنه مهندس فرج عامر، فواضح كده ان ممكن تكون الانباء دي كانت غير صحيحه، فبالتالي بيعلن صحيح نادي الشرطه العراقي ان ما حصلش اي تواصل مع اللاعب حسام حسن او مع مجلس الاداره. السؤال الثاني، هل يتفاوض الاهلي مع عمرو مرعي مهاجم فريق بيراميدز؟ فنفى برضو امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي وجود اي تفاوض مع عمرو مرعي مهاجم نادي بيراميدز خلال الفتره الحاليه، واشار كمان توفيق الى ان ما تردد خلال الفتره اللي فاتت عن وجود مفاوضات بين الاهلي واللاعب في ظل المنافسه مع نادي اخر لضمه، كلام مش صحيح على الاطلاق. طبعا كان في كلام ان نادي الزمالك هيسعى لضم عمرو مرعي مهاجم نادي بيراميدز، فبالتالي طلع كلام ان نادي الاهلي بيسعى. نفضل عايشين كده في هذه الدوامه. خليني اقول لك ان هي انتهت فعلا، عمرو مرعي مش موجود ولا في نادي الاهلي ولا في نادي الزمالك، ما اعتقدش ان هي موجود خلاص، عمرو مرعي اتقفل موضوع الكلام. زي ما انت قلت مرهان، كلام كتير طلع ان نادي الزمالك بيفاوض عمرو مرعي، وان كمان النادي الاهلي دخل في القصه، ولكن سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك هم الناديين طلعوا قالوا ان ما فيش مفاوضات مع عمرو مرعي، عمرو مرعي مكمل في نادي بيراميدز. نروح لخبرنا الثالث، لماذا غرمت اللجنه التاديبيه بالدوري الامريكي اللاعب ابراهيموفيتش؟ قررت اللجنه التاديبيه في الدوري الامريكي تغريم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم لوس انجلوس جالاكسي بسبب التحليل على الحكم، طبعا بعدما ما حاول الحصول على ركله جزاء في الدقيقه 50 اثناء مواجهه فريقه مع طبعا لوس انجلوس جالاكسي، ولم تعلن قيمه الغرامه الماديه الموقعه على النجم السويدي. اخر بقى سؤال معانا، فهل توصل فريق بايرن ميونخ لاتفاق لضم سانية من مانشستر سيتي؟ فاصدر نادي بايرن ميونخ الالماني بيان مقتضبا نفى من خلاله ما يقال بخصوص اتمام الاتفاق مع ساني جناح مانشستر سيتي للانضمام للفريق خلال فتره الانتقالات الصيفيه الجاريه، وبايرن لم يتفق او لم يلتف بيانه في وجود اي مفاوضات مع مانشستر سيتي بخصوص ساني، ولكنه نفى وجود اي قرار من اللاعب الانضمام للفريق البافاري. يعني كل الاخبار اللي بتتكلم عن مين هينضم تم نفيها من مجالس الاداره. الحمد لله انا فينا كل الاخبار، نفينا كل حاجه، ولكن ساني لعيب كبير جدا زي ما قالوا مرهان، يعني 100 مليون جنيه ثمن الصفقه بتاعه ساني، 100 مليون جنيه استرليني طبعا، فاكيد يعني ان يعني ساني لاعب كبير. ساني طبعا
بحجم ده ان هو يتحط فيه 100 مليون يورو، فاكيد يستحق سانية ان هو يتحط فيه المبلغ ده. ولكن الكلام لسه ما اتحسمش، يعني بايرن ميونخ عايز سانية، ولكن لسه بيب جوارديولا ومانشستر سيتي الموضوع ما اتحسمش بشكل نهائي، والناس بتحط فلوس كتيره جدا زي ما قلت، يعني 100 مليون يعني مبالغ، ارقام كبيره. ارقام كبيره دايما ما تصاب. خلاص كره القدم لازم نتقبل فكره ان هي اصبحت بمثابه صناعه وحاجه كده اقتصاديه بارباحها، بكل الارقام اللي بنسمعها فيها. خلاص هي منظومه كرويه بيتم الاستثمار فيها، ودي حاله بقينا بنشوفها من موسم لموسم وبتزداد، واحنا لازم نكون متقبلين ومواكبين هذا التطور الكبير في صناعه كره القدم. وكمان اصبح في صناعه كره القدم المصريه بدايه من الموسم اللي فات شفنا حاله مختلفه بشكل كبير جدا، حاله كمان بنشوفها بشكل كبير جدا مختلفه هي تالق بقى منتخباتنا الوطنيه في الرياضات الجماعيه، من انجاز عظيم شفناه، وحتى الرياضات الفرديه كمان، عشان فريده عثمان لسه منورانا ومشرفانا في بطوله العالم، ولكن كمان منتخبنا الوطني للشباب لكره اليد تالقوا بشكل كبير جدا من ايام قليله بفوزهم في المونديال. كمان بقى عندنا بنات كده شفنا صورهم امبارح، ممكن ما كناش واخدين بالنا منهم بشكل كبير يا يحيى، ولكن بقى الصور كلنا فخورين بيهم جدا، اكيد فخورين جدا جدا بيهم. بنات السله مشرفينا في بطوله وبطوله كبرى، حابين نتكلم بشكل اكبر ونقرب من هذا الانجاز. وبعد هذا الفاصل هنستقبل اول ضيوفنا الكابتن احمد منير لاعب منتخب مصر ونادي سبورتنج لكره السله، نشوف كده البنات دول عاملين ايه وهنروح معاهم لفين ونطمن على كره السله المصريه وكل كمان الكاتيجوريز، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا. هو واحد من اساطير اسكندريه رفض اموال كتيره جدا جدا علشان يبقى في داخل نادي سبورتنج، هو صائد البطولات لهذا الفريق، فريق كره السله تحديدا نادي سبورتنج، وحاصل على لقب افضل لاعب في مصر 3 مرات وافضل لاعب في افريقيا مره، واكيد كابتن الفريق عن جداره منذ عام 2004. منورنا ومشرفنا الكابتن احمد منير لاعب منتخبنا الوطني لكره السله، واكيد واحد من نجوم بل النجم يعني اكيد في نادي سبورتنج لكره السله. صباح الخير على حضرتك ومنورنا. صباح الخير كابتن مريان، سعيد المقدمة الحلوة دي، والله أقل حاجة. دايما حلو أن أنت تشوف كده لاعب بيحب النادي بتاعه، بينتمي للنادي بتاعه، في وقت الاحتراف أصبح منطقي ومنطقي جدا لأن الرياضة شغل، ولكن برضه لما تلاقي الانتماء هو اللي بيحرك في وقت ما، دي أكيد بتكون حاجة حلوة جدا. أكيد بحمد ربنا طبعا على كل حال. أنا من نشأتي وأنا عندي 9 سنين في نادي سبورتنج، وأنا عضو أبا عن يعني عن جد. ارتباطي بالنادي واحنا صغيرين ما كانش فيه السوشيال ميديا بقى، وما كانش فيه المولز والحاجات اللي هي موجوده دلوقتي اللي ممكن تاخدنا عن الرياضه. دي كانت خروجه ان احنا رايحين النادي، يعني النادي بالنسبه لنا البيت والخروجه وكل حاجه. فدي كانت في جو برضو اجتماعي، ان هو نادي سبورتنج برضو نادي اجتماعي برضو شويه يعني. فنشأت بقى العلاقة اللي هي الوطيدة دي مع الباسكت طبعا، مع الرياضة عموما في نادي سبورتنج طبعا في اهتمام كبير بيها، ولكن الانتماء ده بقى كان عندي حلم كبير جدا، ان انا نادي سبورتنج في وقتها بيلعب رقم 6 7، ما كانش عمره كان بطل، كان اخذ بطولة كاس مصر سنة 78، وطول السنين اللي كانت اللي فاتت يعني ما كانش فيه طبعا بطولة، وكان الفرقة ايه بتلعب يعني زي ما تقولي كده ايه فور فون. ايوه فانا كان عندي امل، ليه احنا نادي سبورتنج فيه كل الامكانيات الفنيه وماديه، احنا ليه ما نبقاش بطل؟ اتحقق الحلم ده بقى طبعا مؤخرا يعني، بس ده كان حلم كبير، كنت انا باخد احسن لاعب واحنا بنلعب درجه ثانيه، باخد احسن لاعب في مصر واحنا بنلعب على السادس او السابع. فده كان طبعا مفارقه كانت صعبه، بحس ان انا كنت لما بروح المنتخب يقولوا لي انت بتلعب في دوري الحرفيش يعني، ما بتلعبش زينا مثلا. أيوة. على البطوله، فدي كانت ناقصاني، لكن الحمد لله يعني انا اجتهدت، وطبعا احنا بنلعب لعبه جماعيه، فاكيد في منظومه كبيره اجتهد برضه يعني، دي منظومه كبيره طبعا، من اكبر واحد في النادي لاصغر واحد، كله اجتهد وكله حط تارجت ان احنا ليه ما نبقاش بطل، والحمد لله ده اتحقق من حوالي من 2011 لحد تقريبا السنه اللي فاتت. طيب في الوقت اللي انت بتتكلم فيه واضح ان حضرتك كان بوجودك في منظومه كره السله، ان انت مش عايز تبقى بتلعب كره السله وخلاص، مش اللي هو جو ان انا بلعب رياضه، لا انت حاطط طموح ان انت تروح في حته عاليه. طب ليه ما فكرتش ان انا اروح لفريق كده كده هو بينافس على الدوري وبينافس على البطولات؟ بصي انا زي ما بقول لك كده كان عندي حلم، انتماء ان هو مع النادي ده، يعني انتماء وفي نفس الوقت عندي يقين ان في يوم من الايام هنحقق الحلم ده. ما اعرفش، هو كان طبعا الموضوع صعب طبعا، وكان يعني عايز كرم ربنا يعني،
لكن انا كان عندي من جوايا الاحساس ده اللي احنا هيجي يوم وهناخد بطوله وهاخد انا بطوله مع نادي سبورتنج. اتعرض عليها حاجات كتير وانديه كتير بره مصر. ايه اكتر حاجه كانت مغريه؟ نعم؟ ايه اكتر حاجه كانت مغريه؟ اكتر حاجه كانت مغريه في العروض؟ لا يعني بصراحه كتير، يعني انا من وقت وانا عندي 17 سنه جالي سكولرشيب في امريكا في جامعه في بوسطن وما رحتش علشان خاطر انا برضو ولد وحيد، في يعني ريسك مش عايز اخد الريسك يعني اللي انا اطلع واسافر واتغرب، وما كانش الثقافه دي موجوده زي دلوقتي طبعا. فبالتالي يعني فضلت موجود، بيجي لي عروض وانا لعيب منتخب من مصر، كبيرة في مصر. طبعا اهلي زمالك جزيره نادي الاتحاد، يعني كنت اقرب اللي انا اروح نادي الاتحاد السكندري طبعا شعبيه طبعا كبيره وكمان في بلدك وبلدي، ونادي الاتحاد هو اللي عمل شكل الباسكت في مصر وعمل اسم كبير بنجومه ربنا يديهم الصحه يعني. فانا ده كان اقرب حاجه ليا، وعلاقتي بكل جماهير نادي الاتحاد ومجلس الاداره كانت كويسه جدا. لكن برضو فرملت نفسي كده في الاخر، ما قدرتش ان انا اطلع من بيتي يعني محطتين زي ما بيقولوا كده، بس ما قدرتش يعني. فدي كانت اقرب حاجه وكان اكتر عرض يعني مغري من نادي الاتحاد. طيب امتى ابتدت بقى بوادر تبان ان نادي سبورتنج هيبتدي يحصل على بطولات وهيبتدي بينافس؟ امتى بدات رحله انطلاق نادي سبورتنج في الباسكت؟ نادي سبورتنج طول عمره يمكن في الناشئين بيحصل على بطولات، ولكن كانت عندنا الحلقه المفقوده زي ما بيقولوا ما بين الناشئين والكبار. تمام. فالناشئين بياخدوا بطولات، طب ايه اللي ناقصنا عشان احنا نبقى فرقه تاخد بطوله؟ اللي حصل ان مجلس الاداره زي ما قلت لك يعني كان عنده تارجت وكان عنده هدف، فجاب الراجل الصح بصراحه في توقيت صح جدا اللي هو كابتن احمد مرعي، اللي بحييه فعلا يعني وبتمنى له كل خير مع ان هو مش موجود معانا يعني مش موجود في سبورتنج دلوقتي. لكن هو اللي قدر يغير الفكر اللعيب، احنا عندنا لعيبه كويسين وعندنا خامات كويسه، بس قدر يغير فكر من انت لعيب هاوي للي انت لعيب محترف واللي انت لعيب بطل. دي اللي قدر يعملها، قدر يعملها في اللعيبه نفسيا اكتر من فنيا. ايوه. فرقت كتير معانا بالتدعيمات طبعا، لان طبعا لعبه جماعيه لازم تدعيمات ولازم ناس خبره، واحنا كنا معظم اللعيبه يعني مستوى السن عندها صغير، فكان لازم ناس خبره. جبنا كابتن كرداني، وجبنا بعد كده كابتن وائل بدر، وجبنا محترف كويس قوي مره، جبنا محترف وبعد كده اتحاد الباسكت عمل اثنين محترفين، فجبنا اثنين محترفين طبعا هايلين تونسيين. فرقت معانا واللعيبه بقت خلاص عندها حب المكسب وحب البطوله. اول بطوله، اول سنه مسكنا كابتن مرعي اخذنا رابع في الدوري تقريبا، السنه اللي بعدها اخذنا ثلاث بطولات اللي هي دوري المرتبط والكاس والدوري، ودي كانت طبعا مفاجاه كبيره جدا. نادي سبورتنج من سنه 78 اخذ كاس مصر مره، و2008 اخذ كاس مصر، فيجي دلوقتي ان هو ياخد ثلاث بطولات، دي كانت يعني صدمه. دي كانت 2012. فدي كانت طبعا صدمه للمجتمع، مجتمع كره السله، مجتمع الرياضه في مصر، يعني ان فرقه زي نادي سبورتنج ونادي مش جماهيري زي نادي سبورتنج ان هو يكسب ثلاث بطولات، دي كانت قويه جدا. ومن وقتها بقى ابتدى خلاص احنا حب المكسب وحب البطوله ده عندنا ابتدى يبقى جوانا، ما بنقبلش بقى خلاص بالخساره. طيب يعني ممكن تكون نقطه تحول في رؤيه بقى يعني مجلس اداره نادي سبورتنج بجانب الفريق ان هو احنا بندخل البطولات علشان نفوز بيها، الضغوط اللي اتحطت عليكم من سنه بقى 2012 وكمان الدعم واختلاف الدعم من داخل مجلس اداره نادي سبورتنج. بصراحه الدعم من مجلس الاداره يعني احنا طبعا زي ما اقول لك احنا نادي اجتماعي. أيوة. لما تيجي تقولي لمجلس الاداره احنا عايزين البادجت بتاع الباسكت مثلا، فرقه بقى بطل، عايزين البادجت يزيد بالملايين وتدعيمات، بصراحه ما حدش اثر معانا خالص خالص، بل بالعكس بقينا نشجع مجلس الاداره ان هو يدعم الالعاب الثانيه. يعني الهاندبول عندنا ما شاء الله في نادي سبورتنج برضو اخذين كاس السوبر لسه السيزون اللي فات، ومستواهم في تحسن ورايحين بطوله افريقيا، فبقى في تشجيع للرياضات الثانيه اللي هي مجلس اداره يدعمها، وبالتالي يبقى في نتائج. عشان ما فيش كوره برضو في نادي سبورتنج. على فكره احنا عندنا كوره، بس احنا في ايه؟ يعني عندنا كوره في الدرجه الثالثه. الدرجه الثالثه بس الناشئين عندنا يعني خرجنا لعيبه كتير، يعني عمرو ورده من سبورتنج مثلا، وفي طبعا لعيبه كتير راحوا انديه زمالك وسموحه، لسه سموحه من قريب. فدي النقطه اللي شجعت مجلس الاداره، وفي نفس الوقت مجلس الاداره كانت متعاقبه، يعني مش مجلس اداره واحد يعني اربع سنين، ولكن الفيجن واحد. لكن الفيجن كان واحد بصراحه، ما حدش بخل حتى دلوقتي. يعني
يعني المشرف بتاعنا او المشرف المشرف على كره السله هو عضو مجلس اداره دكتور كريم سرور. في دكتور طارق ابو زاد امين الصندوق، يعني فعلا ما بيرفضش حاجه للرياضه، هو راجل رياضي لعيب سكواش برضو قديم. دكتور احمد ورده راجل سباح وراجل اولمبي يعني من قبل كده، يعني ربنا يديله الصحه. فيعني ما حدش فعلا بيبخل خالص، بالاضافه اللي احنا عندنا رئيس لجنه رياضيه يعني ربنا يعني يعينه اللي هو الحاج عامر حسين. عليه ضغوط كتير في كل حته، ولكن هو مسؤول عن الرياضه في نادي سبورتنج، وفعلا بحييه يعني على المجهود اللي بيعمله الفتره اللي فاتت. طيب كره السله يعني مش رياضه معتاده، وان انت تكون كابتن فريق فيها اكيد بيحط عليك مسؤوليه كبيره. كابتن الفريق دوت بيحب يشارك كده خبراته، بيحب يخلي واحد خليفته، بيحفي واحد يعني بيبص كده للمنظومه ان هو انا عايز اسلم الرايه، وببقى دايما كده حاسس ان في ناس كتير هيكملوا اللي انا بداته. بصي والله انا مؤمن ان يعني كل واحد ليه ستايله وليه ظروفه وليه تعبه اللي بيبان في اللعب. لكن انا كنت بحب جدا يوسف شوشه، هو لعيب منتخب مصر طبعا، وطول عمره ابن من ابناء نادي سبورتنج، وكنت بشوفه خليفتي لحد ما راح نادي الاتحاد السنه اللي فاتت. فانا مش هقدر اشوفه خليفتي بقى. لا خلاص ما بحبش يوسف شوشه اصلا. يعني يوسف شوشه طبعا من الناس اللي انا بحب لعبهم جدا، حتى لو هو مش شبهي في اللعب، بس انا يعني مؤمن بيه جدا وان هو موهبه جميله وربنا يكرمه يعني. لكن الضغوط بقى لما الفرقه بتفضى يعني هي دي النقطه. انا دلوقتي عندي 38 سنه وستيل بلعب، مش عايز اسيب لان حاسس ان الفرقه محتاجه لي. يعني على فكره ساعات الفرقه مش بتبقى محتاجه لاعب فنيا، بتبقى محتاجه لاعب نفسيا، محتاجه لاعب ان هو يكون بيدعم حتى لو مش بيشارك كتير. لا نشوفها في الكوره. والله الحمد لله يا مريهان، يعني بجد انا يمكن الافرج بتاعي في الماتش 25 دقيقه كل ماتش، فده برضو الحمد لله يعني انا محافظ على نفسي بشكل كويس. وبصراحه برضو كابتن صبري مدير فني عندنا يعني بيتكلم معايا كتير في اللي هو عايز تريح دلوقتي، مش عايز تريح برضو يعني، لكن الخبره برضو الحمد لله بتلعب دور كبير. لكن يعني انا الحمد لله يعني حاسس ان انا ليا لازمه في الفريق وليا مكاني، فليه ابخل على الفرقه وابخل على النادي بتاعي اللي هو يعني ما بخلش عليا في حاجه طول السنين اللي فاتت. طب هو يعني عينك على ايه؟ حضرتك لسه موجود في الملاعب، لكن عينك على ايه بعد كده؟ بصي نادي سبورتنج من الانديه اللي بتحب اولادها قوي يعني، واكيد معظم الانديه الاجتماعيه شويه كده. انا من فتره انا حابب ادخل الكارير الاداري، احبه جدا يعني. فمن فتره عملت الدبلومه التابعه للفيفا السي اي اس للاداره الرياضيه، والحمد لله دلوقتي انا عينوني بس يعني تحت التدريب اللي انا نائب مدير النشاط الرياضي في النادي. بحس ان انا الحمد لله علاقتي كويسه جدا طبعا بالناس كلها، ويمكن بفهم في الرياضه شويه طبعا. فيعني زي ما تقولي كده نادي سبورتنج بيأهل ولاده ان هم يبقوا في مناصب كويسه ويبقوا مسؤولين عن الرياضه، اللي هم برضو يعني لازم يكون في تعليم وفي دراسه. ده حاجه عظيمه. ده انا الموضوع يعني مش اللي هو انا احمد منير وان انا لعيب باسكت بقالي 30 سنه في نادي سبورتنج، لا، لكن هو الموضوع برضو يجي عن طريق الدراسه وعن طريق التاهيل، الواحد ياهل نفسه كويس ان هو يمسك منصب اداري في النادي. ده اللي ان شاء الله باذن الله انا يعني بدور عليه، ويمكن ربنا يكرمني فيه يمكن لا. لا بجرب. بس ده حاجه معموله بدراسه وكده يعني، وباراده وبشغف، الحاجات دي كده لما بتجتمع المفروض بتكون في الاخر حالفها النجاح. ما شاء الله بيكون بيحصل. أتمنى ان شاء الله باذن الله. طيب على مدار سنوات كتيره، بتتكلم من 2012 حضرتك ان انتوا ابتديتوا بقى توصلوا لمنصه التتويج. أيوه. وده خلى عليكم مسؤوليه كبيره. طبعا. ايه اصعب البطولات او اصعب المواسم اللي مرت عليكم من حيث ان انتوا فزتوا او من حيث ان هي كان موسم سيء للنسيان يعني؟ طبعا هي الثلاث بطولات زي ما بقول لك كده، الموسم اللي فيه ثلاث بطولات تاني؟ لا ما اتكررتش طبعا. من 2012 طبعا. لا كنا بناخد ممكن اثنين من الثلاثه يعني، احنا خلال ست سنين لعبنا 18 بطوله تمام، احنا 15 بطوله واقفين على منصه التتويج، 12 بطوله من ال 18 احنا حصلنا عليهم. فدي طبعا ده تاريخ لنادي سبورتنج يعني، وصعب ان اي نادي يعمله في الوقت القليل ده. دي يمكن الثلاث بطولات، موسم الثلاث بطولات كان ضغط يعني شديد جدا 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 علينا. الموسم للنسيان الموسم اللي فات،
كان عندنا تغييرات كتير. طبعا كان كابتن احمد مرعي مشي راح نادي الاتحاد، اتنقل لنادي الاتحاد. عندنا اتنين لعيبه برضو كانوا من القوام الاساسي للفرقه راحوا نادي الاتحاد. في لعيبه مشيت، لعيبه جت جديده. ده يمكن الاحلال والتجديد ساعات بيوقع الفرقه شويه. وفي على مدار السنين كل الفرق البطل وقع، يعني لازم تلاقيه سنه او اتنين يعني بعد شويه لكن يرجع تاني. دي الشطاره بقى اللي احنا نرجع تاني ان شاء الله. فالسنه اللي فاتت دي كان موسم للنسيان، لان يعني ما حصلناش على اي حاجه. اللي قبلها كنا بطل الدوري، والسيزون اللي فات ده ما حصلناش على اي حاجه. بس يعني ان شاء الله السيزون الجاي نتمنى ان كل الناس تتكاتف عشان يبقى فيه بطوله. طيب ممكن برضو حاجة تقول لي يعني ايه الفروقات، عاصرت كذا جيل، ايه الفروقات ما بين الاجيال مثلا قبل كده والجيل الحالي، فنيا نفسيا ذهنيا؟ لان متهيألي ذهنيا اتغيرنا خالص. طبعا بقت في حاجات كتير بتاثر على اللعيب. يعني حاجات كتير حواليه بتاثر على اللعيب. زمان كان اللعيبه بتيجي علشان تتبسط، ما حدش بيجي علشان خاطر علشان خاطر ماديات او علشان خاطر في يعني فايده معينه، لكن انا جاي عشان اتبسط. دلوقتي بقى الموضوع الماديات بقت مغريه جدا، والارقام بقت كبيره جدا، وبقى في تحديات من اولياء الامور، من السن حتى الصغير لحد الكبار، تدخلات بقى في كل حاجه، وده بيلعب وده ما بيلعبش. بالظبط بالظبط. فدي ده حال الانديه كلها. فالموضوع ده طبعا اثر على اللعيبه لما بتكبر. احنا يعني بقى خلاص بقى كله باصص على انه لازم يتعمل له عقد كبير، وهو احسن واحد في الدنيا بغض النظر هو وصل لايه. فزمان هي الماديات اللي فرقت زمان عن دلوقتي. طب خلينا برضه نتكلم عن بطوله الافريكان، كانت لسه من ايام قليله ومنتخبنا لم يوفق فيها. كلمنا عن برضه المنتخب الاول لكره السله عندنا، وايه المشاكل اللي ممكن تكون بتقابله، وازاي ممكن نعود مره ثانيه لمنصه التتويج؟ البطولة دي يمكن بطولة غريبة شوية. لأن مصر من قبل البطولة هي حتى في التصفيات هي لم تتأهل دايركت للنهائيات. بحيث أن هي في التصفيات لعبت مع، خسرت من كينيا، لعبت مع أوغندا، كسبت تنزانيا. كان في مفروض الأول بس اللي بيروح للنهائيات. مصر حصلت على المركز الثاني وبحاجة اسمها الوايلد كارد، بطاقة اللي هي اللي هي الدخول يعني المباشر. دخلت مصر كتاني التصفيات. يعني البطولة دي بطولة معمولة للمحليين، للمنتخبات المحلية. احنا عارفين طبعا ان يوم 30 او يوم 31/8 لحد يوم 15/9 في كأس العالم، كأس العالم في الصين. ففي خمس منتخبات من افريقيا تأهلوا لكأس العالم في الصين. فالخمس منتخبات طبعا ما فيش حد راح بالمنتخب اللي هو هيلعب كاس العالم كمان كام يوم، كله راح بالمنتخب المحلي. احنا بالنسبه لنا كان في مشاكل شويه زي ما قول حضرتك في التصفيات، امتدت للنهائيات، ان في لعيبه كتير اعتذرت، لعيبه كتير مصابه، الدوري كان طويل جدا وكان بيست اوف فايف اوقات كتير. يعني نظام الدوري حضرتك شايفه كويس ولا مهلك ولا بيأثر؟ لا ما هو مهلك طبعا جدا. يعني احنا الدوري خالص قبل رمضان على طول تمام، واللعيبه تقريبا ما ريحتش خالص. يعني الكوره الدوري بيبقى مزدحم احنا عارفين ليه. طب في كره السله عدد الانديه كبير، التنسيق المباريات مش مظبوط، ايه المشكله؟ لا احنا الدوري بيقف شويه لو في ارتباطات للمنتخب زي الكوره بالظبط، عادي يعني ما فيهاش مشكله. فهي دي يمكن بتاثر على ان لازم بتضغطي، لان احنا بنلعب ثلاث بطولات، فلازم بتضغطي الماتشات في وقت معين. والنظام السنه دي كان نظام مختلف شويه عن قبل كده، اللي هو بيست اوف 3 وبيست اوف 5، فكان مختلف كتير يعني. فده عمل لود كبير قوي على اللعيبه. اللعيبه بتلعب وهي مصابه، بتلعب وهي مصابه لحد اخر الدوري. كانوا ايه، كان في لعيبه كتير خلصت يعني. فبالتالي ما كانش يستدعي البطوله، بطوله افريقيا اللي هي غير مؤهله لاي حاجه، فيها كلها لعيبه محليين، ما تستدعيش ان النجوم كلها تبقى موجوده. اللي عنده حاجه بقى بيتعالج، لان هو برده مهم عنده طبعا يلحق بالنادي، يلحق النادي بتاعه، لان هو ده اكل عيشه طبعا. فهي دي كانت المشكله تقريبا، ان في لعيبه كتير اعتذرت. ما فيش كان فتره اعداد كويسه، كابتن عصام ما عملش فتره اعداد كويسه، وكان بقاله فتره ما مسكش المنتخب.
فتقريبا يعني هي دي المشاكل، وسمعنا ان في تحقيقات وسمعنا ان في تخلفات للمنتخب، واعتقد ان شاء الله الموضوع هيتحل يعني. طب في الباسكت يا كويسه بنتكلم انه مؤخرا بقت الانجازات حليفه للمنتخبات اللي معاها مدير فني محلي، طبعا. في الباسكت كان كده برضو ولا لا؟ مدير ولا اصلا بيحصلش مدير فني اجنبي؟ لا بيحصل، كان في مدرب اسباني كان ماسك قبل كده منتخب اسباني. تجربه ناجحه ولا لا؟ نعم التجربه كانت ناجحه ولا لا؟ لا التجربه كانتش ناجحه خالص. قبل كده كان في سرب من صربيا كتير، لكن التجربه الناجحه كانت المدرب المصري سنه 2014 كابتن عمرو ابو الخير لما تاهل لكاس العالم سنه 2014. لكن لا احنا نتمنى المنتخب الخير، ونتمنى ان برضه يكون المدرب محلي لان هو ادرى باللعيبه المصريين. ولكن مش لازم هينجح، مفيش حد هينجح ولا حد هيخسر يعني، ما لهاش رولز يعني. فنتمنى ان الخير ان شاء الله المنتخب. طب نروح للمنتخب الثاني، يعني احنا ممكن ما كناش مجمعين قوي ان في بنات عندنا وبيشاركوا في بطوله امبارح، ناشئات كده وصورهم لا الصوره عجبتني كده، عارف تحس فيها روح فيها سبيريت، فدي حاجه لطيفه جدا. اتكلمنا برضو عن منتخب الناشئات واللي كسبوا انجولا بنتيجه كبيره 71-50 في نصف نهائي بطوله افريقيا لكره السله تحت 16 سنه، وتاهلوا كاس العالم. دي حاجه عظيمه، يعني دي حاجه كويسه قوي، لان احنا المرحله السنيه دي تحت 16 وبنات ما بنشوفش كاس العالم. ده انجاز غير متوقع. ده طبعا طبعا، ولكن عدد الفرقه برضو اللي كانت موجوده في البطوله يعني قليل شويه. مالي فرقه قويه جدا، يمكن كسبتنا فرق 30 بونت حاجه كده في الماتشات اللي قبل كده، ولكن احنا قدرنا ان احنا نعمل ماتش جامد جدا مع انجولا في السيمي فاينل، واللي احنا كسبنا ونطلع كاس عالم. وقبلها برضو ان في انجازات تانية برضو الباسكت، ان قبلها يعني لعيبه منتخب مصر تحت 16 سنه، منتخب تحت 16 سنه بقياده الدكتور رفيق يوسف برضو تاهل لكاس العالم في بلغاريا 2020 ان شاء الله. فدي انجازات للمنتخبات الناشئين يعني تنسي شويه اخفاق المنتخب الكبير. نسيتنا فعلا خلاص، واللقطات كمان والصور عظيمه. ان شاء الله موفقين كده وفي كاس العالم يعملوا انجاز يعني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طب نرجع مره ثانيه للدوري عندنا في مصر وعوده المحترفين، دي حاجه يعني احنا كمشاهد بنشوفها ان هي تفوق، ولكن بنسبه معينه يعني لما يبقى في محترفين عندك في الدوري دي حاجه ايجابيه، ولكن ساعات لما بتزيد عن حدها بتوقع لك القيمه او شكل الفني للاعب المحلي. طبعا. احنا عندنا في الدوري المصري المحترف اضافه ولا ممكن يكون بمثابه ورقه ضغط على المحلي؟ لا طبعا، لو احنا عندنا القانون في الاتحاد المصري ان هو لاعب واحد بس محترف. كان قبل كده ممكن تجيبي لاعب امريكاني ولاعب افريقي، تمام، لكن دلوقتي هو لاعب واحد بس اجنبي. فطبعا لا دي حاجه كويسه جدا، اضافه للفرق بطريقه جميله، بيخلي الفرقه فيها روح. برضو بيعتمد عليه المدربين، بيعتمدوا عليه بصوره كبيره شويه، وده يمكن الحاجه اللي مش كويسه. لكن محترف واحد مش بيأثر يعني. احنا دلوقتي هتسمعي ان شاء الله السيزون ده ان في ارقام للاجانب اللي جايين، ارقام كبيره جدا عمرنا ما سمعناها في الباسكت، في فلوس يعني العقود. عقود اللعيبه الاجانب عقود كبيره جدا يعني، في ناس 25,000 دولار ده في الشهر، دي كانت ده رقم كبير، ده رقم كبير جدا يعني. فبالنسبه للباسكت طبعا، ففي دلوقتي المدربين بيدور على اللعيب اللي يحمل عليه نص الماتش، مش ربع الماتش بقى، نص الماتش. بالاضافه ان هو لازم يدعم طبعا الفرقه بلعيبه محليين على مستوى كويس، لا ده علشان خاطر البطوله، لو عايز ياخد البطوله يعني. ففكره المحترفين اضافه بكل اضافه طبعا، لو محترف واحد اضافه يعني بيغير فريق، بيغير شكل الفريق. طيب هل الان بي اي بتبقى بتبص كده بعين قريبة دقيقة على كل الاتحادات، وحتى يعني هي امبريلا كبيرة فعلا لرياضة الباسكت بول، ولا هي في قصتها وفي امريكا وطبعا بطولة قوية جدا؟ لا بصي، امريكا الـ NBA بالذات طبعا ده دنيا تانية يعني خالص. احنا انا لما رحت اتفرجت على الماتشات هناك، انا قلت رجعت قلت احنا بنلعب حاجه تانية غير باسكت يعني، لازم نسمي اللعبه بتاعتنا دي لعبه لعبه حاجه ليها اسم. والباسكت والان بي اي ده من احلامي ان انا احضر ماتش في ان بي اي لا بصي يعني اكسبيرينس غير طبيعيه يعني، ان شاء الله تحضريها باذن الله. فده سيستم تاني خالص. لكن مؤخرا الان بي اي ابتدى يبص على افريقيا، لان عدد اللعيبه اللي بيلعبوا في الان بي اي الافارقه بقى كتير، واللي اصولهم افريقي بقى كتير
يعني هم مجنسين بجنسيات تانية في بعضهم، لكن أصولهم أفريقية، فابتدى يبص دلوقتي على أفريقيا، وابتدى هو هيشرف على بطولة أفريقيا اللي جاية الـ NBA. فدي حاجة برضو هتعلي الاسم، اسم بطولة أفريقيا، اسم البراند نفسه بتاع بطولة أفريقيا هتعليه جامد جدا. ومع إن الـ NBA مش محتاج، بس دي بس حاجه كويسه. هم برضو مش بيسيبوا حاجه، عايزين يعني يطوروا على قد ما يقدروا، عايزين يدخلوا في اي حاجه. احنا افريقيا بيجي لنا منها لعيبه كتير، طب احنا ليه احنا ما نشوفهمش من هم صغيرين؟ بيعملوا كامبات في جنوب افريقيا كل سنه للولاد الصغيرين من كل اتحاد كده، بياخدوا 2 من كل دوله. لكن مش هو ده برضو اللي مفيد بالنسبه لهم، مش لا انا عايز انا عايز اشرف على المنظومة كلها. ودي حاجة كويسة طبعا لينا، واللي احنا نستعد لها، لان احنا عندنا خامات كتير كويسة عايزة حد يشوفها، فدي هتبقى فرصة كويسة جدا ليهم ان شاء الله. طيب يعني بشكل عام تقييمك لكرة السلة المصرية في الوقت الحالي، وتقييمك كمان لكرة السلة داخل نادي سبورتينج، علشان الموسم اللي فات حضرتك بتقول ان هو ما كانش افضل حال، توقعاتك للموسم اللي جاي؟ بصي، احنا المنتخب لازم نلاقي الحلقه اللي هي ما بين منتخبات الناشئين، زي ما كده في سبورتنج عملنا الحلقه ما بين منتخبات الناشئين اللي هي اللي بتطلع بطل، تمام، وما بين المنتخب الكبير. احنا لازم يبقى لنا تارجت. طب الحلقه عند حضرتك؟ الحلقه ما انا بقول لحضرتك بقى اللي احنا لازم يبقى لنا تارجت، يعني احنا ما ينفعش نشتغل سنه بسنه. احنا عايزين نقول مثلا 2025 احنا هننافس على بطوله افريقيا. عندنا لعيبه كتير صغيرين، عندنا اعمار صغيره، خامات كويسه، طب ليه احنا بقى ما نحضرهمش بجد؟ معسكرات خارجيه زي ما بقول كده، اهو الان بي اي جاي هيشرف، نتعاون معاهم، نسوق الدوري بتاعنا، نخلي الناس تحب الباسكت. حب الباسكت ده هيأثر على كل اللعيبه اللي موجودين في مصر، فبالتالي المستوى هيعلى. لكن هي زي ما بقول لك كده، اللي احنا ما بين الناشئين اللي هم ابطال دول، احنا لازم يبقى عندنا تارجت بعيد شويه، مش لازم التارجت السنه الجايه، مش لازم اللي بعدها، خلينا نبعد شويه بس نشتغل عليه. ونشتغل عليه ده عن طريق الاحتكاك، يعني فرق كتير، تونس ما كانش ليها اسم في الباسكت لكن عملوا تارجت بعد 10 سنين قالوا احنا هناخد بطوله افريقيا. كندا بكل اللي فيها من قوه وباسكت ولعيبه قويه جدا، وامريكا اللي هي جنبها دي اللي هي مخترعه الباسكت، اخذت كاس العالم هنا في مصر تحت 19 سنه. كندا اخذت كاس العالم من امريكا ليه؟ علشان قالوا اللي احنا، يعني انا كنت قاعد مع ناس يعني هم اللي حطوا السيستم ده، قالوا احنا قلنا 2017 ولا 2017 هناخد كاس العالم تحت 19 سنه، واشتغلوا عليه من 10 سنين على المدى الطويل. فهي دي، ده اللي بس ينقصنا يعني. والاتحاد فيه خبرات كتير يعني، ما شاء الله عليهم، ربنا يكرمهم يعني، لو ركزوا في النقطه دي ان شاء الله هننجح. طيب ونادي سبورتنج برضه عشان تطمن بقى، نادي سبورتنج ان شاء الله لازم يبقى فيه تدعيمات. احنا السنه دي التدعيمات يعني ما جبناش حد جديد، هم كلهم ولادنا، في وقت لسه كده يحصل؟ لا يعني ما اعتقدش. لكن اللي احنا نقدر نعمله اللي احنا نجيب محترف قوي، هو ده اللي يعني يعدل الكفه شويه. محترف قوي هو ده اللي قدامنا. لكن اللعيبه المحليين، كل اللعيبه الكويسين اتنقلوا من انديه لانديه، وخصوصا في القاهره ان الانتقال بيبقى سهل. يعني بيبقى صعب ان لعيب من القاهره كويس يجي اسكندريه، غير لو كان المقابل المادي يعني زياده شويه. ان شاء الله موفقين يا كابتن احمد، ان شاء الله الموسم اللي جاي كده تنتعشوا مره ثانيه وكالعاده، لانه خلاص نادي سبورتنج في عالم كره السله اصبح اسمه اسم كبير واستكمل مشوارك. وانا بجد فخوره جدا بفكره ان انا ادخل مركز اداري وانا عامل دراسه، فدي حاجه يعني نقف عندها، ان الشباب كده هيكونوا اداريين اقوياء جدا في الفتره اللي جايه. بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد منير، واحد من نجوم كره السله لمنتخبنا الوطني وايضا نادي سبورتنج، نورتنا. بعد هذا الفاصل بقى نرجع مره ثانيه لعالم كرة القدم، أكيد صعب أن ننفصل عنه، وأكيد حديث هيكون مطول مع زميلي العزيز يحيى حمزة في ضيافته الأستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي، وأكيد حديث عن قضايا كتيرة جدا بقى كرة القدم محليا وإفريقيا بعد هذا الفاصل، خليكم معنا. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه مكملين معاكم كلامنا في لعبها صح. دلوقتي بينضم لنا طبعا الاستاذ الناقد الرياضي الاستاذ جمال الزهيري. استاذ جمال، مرحب بيك طبعا، ومنورني ومشرفني، ودايما بستمتع بوجودك معايا طبعا، وبستمتع بالحديث معاك. الله يخليك، وانا سعيد بوجودي معاك، وان شاء الله تبقى فقره كويسه ان شاء الله.
بس جمال يعني خلينا نبتدي من الاول كده وخلاص. هو الحديث الشاغل اليومين دول النادي الاهلي والنادي الزمالك والصفقات والتغييرات اللي بتحصل في داخل الدوري المصري. بدايه خلينا اكلمك عن تعليقك او وجهه نظرك الشخصيه عن تولي طارق يحيى القياده الفنيه لنادي الزمالك كمدير فني مؤقت. شوف هو كابتن طارق يحيى, انا هناقش القضيه دي من منطلق انه طارق يحيى من ابناء نادي الزمالك, و لا يمكن نادي الزمالك هيحتاج له ان شاء الله يوم وهيتخلى يعني. فيعني ده من حيث الفتره اللي بيمر بيها نادي الزمالك انه خلاص خد قرار باقاله الجهاز الفني السابق بقياده الكابتن خالد جلال. وبالتالي ما فيش قدامه حل حاليا اداره نادي الزمالك غير ان هي تستعين باحد ابناء النادي لاداره المرحله المؤقته جدا, يعني اللي هي عشان المباراة القادمة. فبس هي فكرة انه ليه لمدة اسبوع فقط, يعني انا مش معترض على ان في تأخير من لسه, يعني خلاص انت نادي الزمالك دلوقتي عنده مباراة مهمة يوم الحد, شايف ان في تأخير من مجلس ادارة نادي الزمالك بين التعاقد, يعني في طرحت ان نية تعاقد مع مدرب اجنبي لنادي الزمالك فترات طويلة او الايام اللي فاتت, سمعنا كلام كتير واسامي كتير اتطرحت على الساحة, شايف في تأخير شوية ولا شايف ان هو كابتن طارق يحيى ممكن يكمل بعد الفترة المؤقتة دي ويجدد له ثقة ويكمل كابتن طارق يحيى مع نادي الزمالك؟ ده بالظبط اللي انا اقصده, انه طالما انا مش مستقر لسه, يعني هو معنى تكليف طارق يحيى بانه هو يتولى التدريب في يعني استعدادا للمباراة القادمة دون اعلان المدرب الجديد, فبالتالي كان ممكن الفتره تبقى اطول, يبقى القرار لحين التعاقد مع المدير الفني الجديد. صحيح. واعتقد برضو طارق يحيى مش هيرفض, لانه انا بقول لحضرتك هو طارق يحيى بيتعامل على انه ابن من ابناء نادي الزمالك وبالتالي هيوافق, يعني ما اعتقدش انه يعني يرفض. شايف ان دي ممكن تكون خطوه لوجود كابتن طارق يحيى في الجهاز الجديد؟ ما هو ده لا ده انا مش يعني مش مع كده بقى. انا بقول انه يبقى القرار واضح انه كابتن طارق يحيى موجود لفتره, هو المدير الفني عملها قبل كده على فكره. صحيح, يعني طارق يحيى عمل ده او اداره النادي. صحيح بالظبط. فان هو يبقى موجود ويشتغل بشكل طبيعي جدا ويعد الفريق, يعني زي لما نقارنها مثلا مع منتخب مصر, لو قلنا ان هيجي مدير فني مؤقت لفتره معينه لان انت هيبقى عندك مباريات وعندك ارتباطات. صحيح. فيبقى في مدير فني بيشتغل لفتره معينه, شهر اتنين تلاته لحين تجهيز المدير الفني الدائم. يعني هو ده اللي خلينا اتكلم مع حضرتك ان هو في تاخير, يعني كان في معسكر وفي فتره اعداد لنادي الزمالك, يعني المفروض لو في نيه للتعاقد مع مدير فني اجنبي المفروض الراجل ده يكون موجود. لا هو بقى لو هنتكلم دلوقتي خالد جلال, انا بعتقد ان هو اتظلم. صحيح. للمره الثانيه يعني يعني يمكن المره الاولى هو نجح ان هو يكسب بطوله. وقدر يكسب النادي الاهلي وعمل نتائج كويسه, ولكن المره دي ما حلفوش المرة الحظ, المره دي ما حلفوش الحظ. بس انا برضو بشوف انه كان ممكن خالد جلال هو اللي يفضل مستمر. يعني ما هو التغيير لابد يبقى له يعني فلسفه. صحيح. او وجهه نظر. عنده دلوقتي نادي الزمالك عمل 10 صفقات, كابتن طارق يحيى مش عارف حد لسه منهم, يعني ما يعرفش امكانيات اللعيبه اللي موجوده دي ممكن يلعب مين. شايف ان كابتن طارق يحيى ممكن هيقابل مشكله شويه ولا هيلجا للقوام الاساسي بتاع نادي الزمالك اللي هو انهى بيه الموسم؟ هو طبعا هيلجا للقوام الاساسي اللي متوفر عنده, وما اعتقدش انه هيبقى مطلوب منه خلال الفتره القصيره دي ان هو يعمل انجاز. هو يعني هي بالظبط هي مهمه مؤقته لعبور المباراه القادمه. يعني ان هو يعني عايز اقول ايه, تسيير اعمال. صحيح. يعني اذا بس الظروف حطته يعني برضه في بطوله. يعني حتى الظروف يوم الاحد هو ماتش برضه, ما انا عارف ان الفرقه مش على قدر اللي احنا بنسمعه يعني, ولكن في الاخر هي مباراه مهمه لنادي الزمالك طبعا, لكن هي مش مباراه صعبه. صحيح. يعني هي مباراه مهمه لكن التوقعات, وان كان طبعا في كره القدم ما تضمنش حاجة, ممكن زي ما بيقولوا تأتيك اللدغة من أضعف الفرق يعني. صحيح. لكن هو المطلوب في المرحلة دي أنا بقول إن هو دوره تسيير أعمال فقط, يعني إدارة الفريق وإدارة المباراة فقط
لحين صدور تعليمات اخرى. ملاش حل تاني. صحيح. او لحين صدور قرارات. وجهه نظرك الشخصيه ان كابتن طارق يحيى يكمل للموسم اللي جاي ويستغنوا عن فكره ان يكون مدير فني اجنبي موجود، ولا مع فكره ان يكون موجود مدير فني اجنبي داخل نادي الزمالك للتعامل مع كم النجوم وكم اللعيبه وكم الصفقات اللي موجوده داخل نادي الزمالك؟ هو طبعا هو طارق يحيى كمدرب مدرب كبير. صحيح. ودرب فرق كتير وله تجارب، يعني اعتقد انها تجارب قويه يعني، لكن فعلا واضح انه لابد من وجود مدير فني اجنبي في الانديه يعني، خصوصا الاهلي والزمالك، انا مش بقول الانديه كلها كمان. المدرب المصري قادر على انه يشتغل يعني، برضو خلينا واقعيين، المدرب الفني قصدك يعني شايف من كلام حضرتك انك بتقصد الضغوط الجماهيريه من سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك اللي بتتحط على المدير الفني المصري. ما هو الزمالك كان عنده مدير فني اجنبي كريستيان جروس، ومع ذلك تم الاستغناء عنه في نهايه عقده. صحيح. بس ما كملش الموسم. هي الفكره كلها برضو قبل حكايه المدرب يا يحيى والاختيارات الفنيه، انا بشوف ان الاداره لازم يبقى عندها نوع من الصبر على الفريق وعلى الجهاز الفني وعلى اللعيبه. يبقى في عقوبات لو في تقصير، ده ما فيش كلام. صحيح. لكن انا باخد من تجربتي، من تجربه الاهلي والزمالك هذا الموسم، تاكيد جديد على فكره موجوده قديمه، اللي هي فكره انه اللي بينجح بينجح في الاخر، ما بينجحش بعد ماتش او اتنين او ثلاثه يعني. ممكن انت تلعب مباراه، هاخد مثلا مدير فني للاهلي لاسارتي، خد الفريق وخرج بيه من دوري ابطال يعني افريقيا. بما انك ذكرت لاسارتي، وقعد الاداره نفسها، اداره المكان سواء منتخب او نادي او اي مكان، بتبقى يعني مستقره على شيء معين ومقتنعه بيه وبتكمله ولا تحاسب بالقطعه. صحيح. يعني انت في الاخر خالص الاهلي لما تشوفه في بدايه الموسم يا استاذ يحيى هتلاقيه اداء بعيد تماما عن مستوى. مفيش اي بوادر خالص ان انت تقول ان النادي الاهلي هياخد بطوله الدوري السنه دي. مفيش حاجه بتقول ان النادي الاهلي هينهي الموسم بالتتويج. بالتتويج. صحيح. ومع ذلك تحملوا الصعوبات اللي موجوده، وتم تدعيم الصفوف برضو في الانتقالات. صحيح. وابتدى الدور الثاني بعد تراكم المباريات، وتم تعديل المسار. صحيح. وفي النهايه خدوا بطوله الدوري. شايف صفقات النادي الاهلي، يمكن النادي الاهلي ما عملش صفقات كتير، متولي وقفشه وديانج وتجديد اعاره رمضان صبحي، صفقات النادي الاهلي شايفها ازاي؟ وهل شايفها ان النادي الاهلي السنه دي عمل الصفقات اللي هو فعلا محتاجها، وان المراكز اللي فعلا حقيقه عنده مشاكل فيها، ولا مجرد صفقات اتعملت عشان يزاحم انديه اخرى؟ لا، هو في مساله الصفقات، انا هنا ما بتكلمش على الكم، بمعنى انه الكم لو انا محتاج لعيبه، لو محتاج 10 لعيبه، لو محتاج اغير الفرقه كلها اجيبهم. اجيبهم. صحيح. ما حد، بالعكس انا كده بشتغل لمصلحه ناديه. اجيب عدد قليل برضو وفق المفهوم بتاع الصفقات، انا بجيب الصفقات اللي انا عايزها. صحيح. وبالتالي اذا انا محتاج 3 لعيبه هجيب 3، محتاج 5 هجيب 5، محتاج 20 هغير. خلينا نتكلم نقطه نقطه يعني. الاهلي كان محتاج مدافع، كان محتاج محمود متولي، كان محتاج مدافع عنده، كان دفاعا وهجوما، لعيب جامد جدا علي معلول. لا، ده اللي تقول عليه بقى بعد كذا موسم في الاهلي، انه انت لو علي معلول مش موجود بيفرق مع النادي الاهلي. صحيح. يعني اشتغلوا عليه كمان استاذ جمال نفسيا كويس جدا يعني. علي معلول من اللعيبه اللي اشتغلوا عليه نفسيا كويس بعد طبعا ما خرجوا من قائمه منتخب تونس. ويمكن اللاعب تاثر نفسيا شويه، ولكن اعتقد ومع ذلك النادي الاهلي اشتغل عليه نفسي كويس جدا. هو بقى اللعيب نفسه كمان يعني عنده يعني في ازمه في حته المهاجم داخل النادي الاهلي. طبعا طبعا، بدليل انه المهاجم الصريح اللي احنا شفنا وليد ازارو، شفناه في حالتين، الحاله لما كان موفق جدا وبيؤدي، كان هداف دوري، فكان مفيد جدا للنادي. صحيح. الاهلي بعد كده علي ما اسمه وليد ازارو، الموسم اللي فات كله مش موجود. فبرضه هنا دي تطرح سؤال، هل يستمر
ولا هل حضرتك تفضي مكانه لحد تاني؟ هل مع رحيل وليد أزارو، يعني وليد أزارو ملوش اهداف حاسمه مع النادي الاهلي كتير، هل بتؤيد السنه دي بس؟ يعني خلينا نتكلم عن الموسم اللي فات برضو، هل انت مع رحيل وليد أزارو ولا شايف ان وليد أزارو يكمل الموسم اللي جاي داخل النادي الاهلي؟ لو في بديل يبقى مؤثر مع النادي الاهلي لازم يتغير، لازم تجيبه على طول. لانه هي مثلا مش بتؤدي كويس، صحيح، هتفضل بقى في دايره الاحباط مش هتوصل لحاجه. طب انت دلوقتي عندك فيرود صلاح محسن، انت صلاح محسن مخرجه من حساباتك تماما. تماما ما بنشوفوش حتى داخل اي حاجه، ما بيدخلوش السكور. فهل يعني بسبب عدم قناعه المدير الفني للنادي الاهلي بصلاح محسن، فان انت كده تحط صلاح محسن في حته ان هو مش هيلعب كوره؟ ما هو المدير الفني في النهايه هو صاحب القرار. وده اللي احنا دايما نتكلم عليه، ان انت بتتعاقد مع لعيبه قبل ما بتجيب المدير الفني. يعني مثلا انت عندك قوام رئيسي للفريق، لما بتيجي بقى تتعاقد مع مدير فني، المدير الفني مثلا لو هو موجود معاك زي لاسارتي مثلا خلال الموسم اللي قعده مع النادي الاهلي، اكيد هو عنده قناعات، اقتنع بلعيبه وما اقتنعش بلعيبه تانيه، فلازم يبقى رايه مهم، انا مش محتاج اللعيب ده فيمشي واجيب غيره. صحيح، واخد بالك؟ انما المشكله انه هو ما تقدرش تلوم لاسارتي او اي مدير فني اخر على انه بيشرك لاعب يعني من كلامك اعتقد ان المدير الفني اللي جاي لنادي الزمالك هيقابل نفس المشكله، ان هو جاي على لعيبه مش مدير فني وجايب لعيبه. دي على فكره مش النهارده بس، ده على طول. بقى لها قصه من 3 سنين. لا بص، انا ما بقولش ان المدير الفني يجي يختار الفريق كله، يعني عايز دي تبقى واصله، يعني طبيعي ان فرقه الكوره مستمره حتى لو المدير الفني رحل. وبالتالي لازم يبقى في لجنه خاصه، لجنه فنيه او لجنه كوره هي اللي عامله القوام بتاع الفريق، واللي بيتغير تغييرات محدوده. صحيح. يعني بمعنى ايه؟ انه انا لو عندي مدير فني النهارده وفي انتقالات اهو، في ميركاتو وانتقالات صيفيه، هو اللي يقول لي انا القوام بتاعي عايز مين يقعد وعايز مين يمشي، او عايز ادعم صفوفي. انما المدير الفني برضو عشان نبقى واقعيين مش هياخد قرار. صحيح. زي ما لاسارتي طلع قالها بكل صراحه ان هو محتاج النادي، بعد ماتش بيراميدز في الدور الاول قال النادي الاهلي محتاج صفقات. ايه هي؟ لازم يحدد مراكز معينة، ولازم يبقى في تقرير معين يحيى هو بيقدمه. التقرير ده تقرير فني. صحيح. بيقول فيه ان انا على مدار الموسم اللي انا قعدته، وبيتناقش في ده طبعا مع اللجنة الفنية اللي موجودة في النادي الاهلي. صحيح. اللي هي فيها اسماء كبيرة، الدكتور طه ومجموعة، يعني ما اعتقدش انه هيبقى صعب ان هم يتوصلوا لايه المراكز الشاغرة يعني في النادي الاهلي اللي محتاجه تدعيم. صحيح. خلينا نروح لملف مهم جدا، هو ملف الرحالين عن النادي الاهلي، وفي الغاز كتيرة الصراحه، احمد الشيخ، لغز، حمودي، عمرو جمال راح الصفاقس التونسي، يعني ملف كبير جدا ولاعيبه كتير جدا ما تأيدتش داخل القائمه الافريقيه للنادي الاهلي. عفوا. اتفضل. طبعا ملف الرحالين ده في مجموعه كده من اللاعبين اللي هم رايحين جايين، يعني احمد الشيخ خرج ورجع، خرج ورجع. فهل ده يعني مفيد للفريق الوضع ده؟ عشان كده انا بقول انه مهم قوي ان اولا اللعيبه اللي هي اللي على مستوى زي احمد الشيخ لما بيخرج بيتالق. ما هي دي بقى المشكله يا استاذ هاني، ان انت دلوقتي بتخاف تخرج اللعيب، عشان لما خرجته لمصر المقصه خد هداف الدوري والراجل مشي بشكل كويس جدا، رجعت جبته احمد الشيخ قاعد على الدكه تاني، يمكن لعب كام مباراه ولكن في الاخر شفناه على الدكه، ودلوقتي شايفينه في حته في المنطقه المظلمه داخل النادي الاهلي. ما هي دي مشكله، لانه برضو الرؤيه بتاع المدير الفني على مدار كذا موسم، مش هقول لاسارتي لوحده، لا قبل كده ما كان احمد الشيخ موجود مع مديرين فنيين اخرين، ومع ذلك ما خدش نفس الفرصه. ف انت هل هتفضل حريص على انه يبقى موجود في الظل او في المنطقه اللي هي اللي احنا بنقول عليها منطقه رماديه يعني؟ صحيح. لا ما استفدتش منه باي حاجه. لا طبعا. صحيح. المفروض حتى لو انت اثبت بعد فتره وبعد مره واثنين وثلاثه انك مش محتاج له،
او هو مش مفيد لطريقه لعبك خلاص يبقى انت بتستغنى عنه او بتبيعه وبتستفيد من الفلوس اللي جايه يعني منه. حتى انت برضو جيت لو جيت على مؤمن زكريا مؤمن زكريا قعدته وما قيدتوش افريقيا بالظبط طب انت هتستفيد بمؤمن زكريا محليا بس لازم يتم ده التسويق ده بقى بالتعاون مع الجانب الفني لعيب خلاص انت استقريت على انه مش هيفيدك استفيد منه بقى تسويقيا وغير جلده غير جلد الفريق صحيح يعني شوف مين العناصر اللي انت محتاج لها خصوصا ان هي كرة القدم اصلا ما بتعرفش ثوابت يعني في لعيب النهارده ممكن يبقى اساسي ومفيد جدا ليك وكده ممكن بعد موسمين ثلاثه خلاص مش صحيح. هتفضل محتفظ بيه لمجرد ان هو كان كذا انت بتتكلم على مدى فائدته للفريق في الوضع الراهن صحيح يعني اتكلمنا عن ازمه المهاجم وقلت لي ان في ازمه مهاجم داخل النادي الاهلي ليه ما جربش تستفيد بعمر جمال قبل ما يطلعه يعني ما انت عندك عمر جمال جبته برضه رجعته وبعد كده قعدته جاله اتصاب الراجل اتصاب لا هو ملمس الكوره ملمس الكوره داخل النادي الاهلي يعني واضح برضه انا ما اقدرش احكم طول الموسم على مهاجم واحد هي قناعه مدرب ما فيش كلام دي ممكن تبقى احد العيوب الرئيسيه ما انت برضه كمدير فني احنا شايفين اداء والمردود الخاص بوليد ازارو هل وليد ازارو حاجز مكانه بهذا الشكل احنا هنا انا مش بهاجمه بس انا بقول انه في مهاجمين اخرين صحيح. وانت بتعاني من نقص المهاجمين وايضا مش يعني المهاجم الرئيسي بتاعك اللي هو وليد ازارو اداؤه والمردود بتاعه باين جدا في الملعب وباين جدا طيب. عند الناس معنى بقى كمان ان عمرو جمال ومروان محسن ما يلعبوش في ظل هذا المستوى لوليد ازارو لا القضيه خطيره يا اما صحيح يا اما هم اقل بكتير من وليد ازارو يا اما المدير الفني مصر على حاجه غلط انت معايا يعني لما عمرو جمال بقول لك ما يلمسش الكوره ما يلعبش ولا مباراه طب هل الجهاز المعاون للنادي الاهلي مثلا ليه دور في موضوع زي ده يعني ممكن ممكن برضو الجهاز المعاون للنادي الاهلي مش ممكن يتكلم برضو مع مارتن لاسارتي يقول له مثلا لا ده ياخد فرصه او حاجه خالص اصل في النهايه المدير الفني هو صاحب القرار بس تبقى في يعني ساعات هي بتبقى حاجات استشاريه اراء وجهات نظر صحيح. من حق المدير الفني انه يقبلها ومن حقه انه هو يرفض وفي هذه الحاله لو حد تدخل وفرض عليه حد يعني لو في حد في الاداره لاحظ مثلا حاجه وحب يفرضها على المدير الفني الدنيا هتقوم ومش هتقعد صحيح ليه لانه هيقولك تدخل في عمل المدير الفني صحيح وبالتالي انت في هذا المجال امامك حتى في تقييم المدير الفني انت بتيجي تقيم المدير الفني بتقيم اختياراته طريقه ادارته للمباراه تغييراته ما انت بتقيم اداؤه الفني لو انت كاداره مش عاجبك اداء لاسارتي يعني معلش هنخلي الجمهور على جنب شويه يعني الجمهور انطباعي وصادق صحيح يعني بس ممكن مش هو صاحب القرار فالاداره هي اللي بتقيم واللجنه الفنيه في النادي هي اللي بتقيم بس ده يخلي برضو المهاجمين يا استاذ جمال تقلق شويه يعني انت عندك دلوقتي في نادي الزمالك راجع لك من الاعاره مصطفى محمد محمد ماشي بشكل كويس جدا الموسم اللي فات وعليه امال كبيره جدا والمنتخب بيتكلم على مصطفى محمد ده يخلي اللعيبه تقلق شويه ما هو ممكن يرجع دلوقتي انت هترجعه الزمالك مش هيلعب اساسا طب ما هو المفروض انت جاي مصطفى محمد انت مرجع مصطفى محمد نادي الزمالك لان هو متالق بره مظبوط ما تجيبوش تركنه ما انت صحيح. استفيد بقى من الطاقه اللي عنده ومن فتره التالق اللي هو عملها في يعني نفس الفكره ما هو عنده اكتر برضه من فيرود ما هو عنده عمر سعيد وعنده خالد بوطيب وعنده عمر... جايب صفقات وع... لا عنده حدوته اوكي طب ما هو خالد بوطيب عمل ايه اداؤه ايه يعني ولا اي حاجه حلو قوي يعني عمر السعيد مع احترامنا انت اساسا خلال الموسم تقدر تقيم اداء كل لعيبه عندك صحيح لما تجيب مصطفى محمد انت جايبه لان هو تالق في مكان خارج النادي يبقى لما يرجع لازم تستغل هذه الطاقه اصل هي مش اماكن كل واحد حاجز مكانه انت فاهم قصدي يعني هي ده فريق كوره واداء وعطاء صحيح اللي ما اداش يركن وياخد فرصة الآخر ما أنا عشان كده بتكلم مثلا على وليد أزارو مثلا ماشي وليد أزارو
ما اداش وما حدش فكر في النادي الاهلي ان هو يعني كجهاز فني يعني ما حدش فكر ان هو يجنبه ولو جزء من الوقت، نزل حد تاني، نزل مروان او صلاح يعني مروان او صلاح او عمرو جمال او صحيح. اي حد شوف بديل، انما انت هتفضل طول الموسم طول الموسم مركز على لعيب اداء. وانا على فكره عشان بس الكلام يبقى ما يتفهمش غلط، احنا اتكلمنا عن كذا مهاجم طبعا لا احنا مش ضد هؤلاء بس هي الفكره كلها انت فريق كوره محتاج لكل عنصر من العناصر اللي موجوده اكيد اللي ما اداش يركن وواحد تاني ياخد فرصه، على فكره ده بيعمل منافسه صحيح. يعني اللعيب حتى لو انا ضامن ان انا موجود خلاص هلعب والله ده انا عاجبهم كده صحيح. استاذ جمال يعني انا نفسي اقعد اتكلم معاك كتير جدا لان انت طبعا قيمه رياضيه كبيره وكلامك معاك يعني ممتع جدا وما يخلصش للاسف، ولكن وقتنا ان شاء الله اكيد هو الوقت اللي صعب مع ان انت في تايم يعني ما هي مش هي دي المشكله ان انت في تايم فلازم تبقى يعني الوقت بالظبط. لا انا كنت سعيد طبعا بوجودي معاك حبيبي استاذ جمال ربنا يخليك يعني طبعا واحد من يعني النجوم والناقد الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري شرفني ونورني. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل مع زميله مريهانة عمرو في ضيافتها واحد من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي السابقين كابتن امير عبد الحميد، ولكن بعد الفاصل. أكيد مواضيع كتيرة جدا في الكرة المصرية وتحديدا داخل النادي الأهلي وأندية القمة، وأيضا نقاط كتيرة جدا مطروحة على الساحة الكروية. هيشرفني ويسعدني أن أنا أتكلم فيها مع ضيفي الكريم النورني في الاستوديو واحد من نجوم النادي الأهلي في حراسة المرمى الكابتن أمير عبد الحميد. صباح الفل على حضرتك يا كابتن. صباح الفل عليك، دايما بتشرف بوجودك. أنا كمان والله. طب نبدأ كده من عند النادي الأهلي ورؤيتك للإدارة الفنية مستر مارتن لاسارتي من ساعة وصوله للنادي الأهلي بعد اكيد المباريات اللي كانت صعبه، ولكن وصوله ان هو قدر يحقق لقب الدوري في موسم كان صعب جدا. بص حضرتك، هو يمكن انا لما اتكلمت على موضوع الدوري قبل كده اتكلمت ان يعني كانت بطوله غاليه جدا للنادي الاهلي عامه، جمهور واداره وجهاز فني ولاعيبه. يعني طبعا كان محطوطين تحت ضغط كبير جدا، والنادي الاهلي كان بعيد في الاول وده طبيعي لان كان عنده ماتشات مؤجله. ولكن النادي الاهلي طبيعي ان هو بيلعب ماتش بماتشه، وكان عنده هدف اللي هو الدوري العام مهما كانت يعني السلبيات اللي كانت بتحصل. والنادي الاهلي عارف طبيعي ان هو مش هيستمر على طول بصوره كويسه، اكيد هيحصل دروبات زي ما حصل في ماتش الداخليه وحصل في ماتش المقاولين وخرجنا من بطوله افريقيا. فطبيعي النادي الاهلي هي يعني كاداره دورها ان هي تقف جنب اللعيبه وتقف جنب الجهاز الفني، والجمهور العظيم طبعا ساند بصوره كبيره جدا وده طبيعي في النادي الاهلي. كانت الامور صعبه جدا خصوصا على لاسارتي لان هو كان محطوط تحت ضغط كبير جدا بعد خروجنا من افريقيا وبعد تعادلاته وخساره ماتش المقاولين، الناس هجمته. ولكن النادي الاهلي مش من او مجلس اداره كابتن خطيب طبعا يعني اكيد فاهم كويس جدا، مجلس اداره بياخد كل نقطة بنقطة وفي نفس الوقت بيبعد كل المشاكل عن اللعيبة والجهاز، واقف جنب اللعيبة جامد جدا وعارف امتى يتدخل، في نفس الوقت ما بتسرعش في ان هو يقيل الجهاز الفني. طب قبلها يعني لو افترضنا ان السيناريو كان ان ما كانش في اطاحة مدير فني قبلها، كالتيرو ما كانش موجود وكان مارتن لاسارتي هو اول المديرين الفنيين للنادي الاهلي، ومع احداث افريقيا ومع خساره افريقيا الكبيره كان متوقع ان هو يرحل؟ يعني حضرتك كنت شايف ان هو لازم يبقى علشان في مدير فني سابق رحل قبلها فبيبقاش فيه هزتين في نفس الموسم كبار، ولا كنت شايف ان هو برضو يرحل وان هو فنيا مش قوي في الوقت ده؟ هو ده دور بقى الاداره يعني دور كابتن خطيب. انا كان اخر ماتش في الدوري كان نادي الزمالك، فانت خلاص خدت مباراه المقاولين الدوري، فخلص ماتش الزمالك كان هو بطوله خاصه طبعا، ونأكد ان احنا جادرين بان احنا ناخد الدوري، ان احنا كسبنا نادي الزمالك. نادي الزمالك يعني طبعا بشكرهم صراحه، يعني مستشار مرتضى منصور جاب لعيبه كتيره جدا والناس كلها كانت قلقانه جدا من نادي الزمالك وطبيعي، بس لكن في الفتره الاخيره خروج كهربا في ناس بتقول ان هو عادي. لا انا شايف ان كهربا ليه دور كبير جدا في الزمالك ورحله مؤثر جدا، اوباما الوقف بتاعه. فحصل دروبات لنادي الزمالك فتره اخيره، نادي الاهلي ما بصش غير في التراك بتاعه اللي هو انا هاخد الدوري، وماتش الزمالك طبعا كانت احتفاليه كبيره واللعيبه ادت بشكل كويس،
واستحقوا طبعا ان هم ياخدوا الدوري، وان شاء الله بقى عندنا بطولات ثانيه باذن الله. طيب كان في بعض السيناريوهات بتقول ان مستر مارتن لاسارتي الدوري يعني تم حصده معاه، ولكن ممكن يكون الدوري هو سبب بقائه، مش فنياته او ادارته الفنيه هي سبب بقائه. هل تتوقع ان الموسم اللي جاي لما يكون بيتولى من بدايه الموسم الشكل الفني هيبقى مرضي بشكل اكبر لجماهير نادي الاهلي؟ بص هو حضرتك في اوقات معينه ما بيطلبش مني ان انا العب بشكل كويس واخسر. النادي الاهلي يعني كان المباراه اللي بيلعبها مش لازم ادي بشكل كويس، انا لازم اكسب المباراه. بعد كده ده هيجي بعد كده. احنا خلاص النادي الاهلي خد البطوله، عندنا بطوله افريقيا، في نفس الوقت انت هتبدا سيزون جديد، هيبدا بقى يشوف الناس كويس، عنده فرصه كويسه، عنده ماتشات وديه، كان في معسكر في اسبانيا. كل الكلام دوت هو هيقدر بقى مع الجهاز الفني يحدد مين الاولويات، الناس الموجوده، الصفقات اللي جت صفقات مهمه جدا جدا. ايه ابرز الصفقات اللي لفت نظرك، ومين كنت تحب ان هو مثلا من المعارين يعود مره ثانيه؟ بصي هم المعارين يعني هم صغيرين شباب. طب ما دي حاجه لطيفه، حاجه كويسه ان انا اخد كمان خبره. يعني انا كنت مع كابتن ياسر ريان قريب. بالظبط يا احمد ياسر ريان. احمد ياسر ريان انا اصلا قبل ما يروح الاعاره كلمت معاه قلت له يا كابتن احمد لعيب كويس وهو صغير، فانا شايف ان هو ياخد فرصه لو راح يروح مكان تاني يبقى كويس جدا. حتى لما كان معايا قال لي بص هو لو النادي الاهلي محتاجه هيرجع، مش محتاجه قلت له خليه في الجونه. طبعا ليه؟ لان الجونه هو خلاص عارف كل حاجه واخد فرصته فيها وبيلعب. بالظبط وبيلعب بشكل كويس. انا شايف ان طبعا الصفقات الكتيره اللي جت، انا شايف ان النادي الاهلي مع مجلس اداره مع الجهاز الفني هيحددوا مين اللي هيروح ومين اللي هيجي. انا شايف احمد حمدي رجع لان هم ممكن يكونوا محتاجين في الحته دي حد، اللي هو لو في حد عنده اعاره والنادي الاهلي شايف ان هو هيفيد النادي يجي، مش هيفيد يعني يستمر تاني سنه كمان. طبعاً مفيش مشكله طبعاً مع الصفقات الكتيره اللي موجوده. شايف ان شاء الله النادي الاهلي من البدايه كمان هيبقى مؤثر. طب مركز المهاجم الصريح هل كنت شايف ان هو محتاج تدعيم في ظل ممكن بص هو المهاجم الصريح تذبذب مستوى وليد ازار؟ بس هو أزارو طبيعي ان هو اكيد برده كان عنده مجهود، اكيد اتحط تحت ضغط. لعيب الكوره لما اتحط تحت ضغط طبيعي حتى لو هو مين طبيعي بتهز شويه ايا كان مين هو. ولكن أزارو طبعا يعني عنصر مهم جدا. مروان محسن من الناس الموهوبه اللي انا بحب استايلها، ولكن طالما انت ما بتهدفش فطبيعي يبقى في عندك مشكله في الحته دي. بالظبط. لكن أزارو صلاح موجود. محسن برضه ممكن حاجه صلاح محسن طبعا بعيد شويه. اتمنى ان هو انا ما اعرفش الاسباب ايه، اصابات او بعيد عن المشاركه، لازم يقعد واقفه مع نفسه. هو لازم يعرف ان هو بيلعب في النادي الاهلي، نادي كبير، لازم يبقى عارف يعني ايه مسؤوليه بره الملعب وجوه الملعب، لازم يحارب. انت جايب مبلغ كويس وهو لعيب اوريدي مستقبل مصر. فطبيعي ان هو لازم يقف في وقفه مع نفسه ان انا ليه ما شاركش، انا جايب سعر كويس سني صغير لازم العب. وبعدين احنا دلوقتي في الزمن بتاع مش ان انا سني صغير يعني انا بعيد، احنا في اوروبا الناس صغيره في السن وبتبقى نجوم العالم، فلازم يحط الكلام ده في دماغه. ده امبابي دوت من اللعيبه الصغيره جدا اللي هو هداف الدوري وبياخد ومرشح احسن لاعب في العالم واوروبا. فطبيعي لازم اللاعب المصري يغير المنتاليتي بتاعته جداً. عشان يبص للناس دي. يعني مش عيب انا النهارده جايب بسعر كويس وانا من اوائل الناس اللي رفعت اسعار اللعيبه في مصر. صح. فطبيعي ان انا ما يحطش عليه ضغط. المبلغ ده هو عباره عن مبلغ، ما يتحطش عليه ضغط، لان هو وبعدين الضغط الاكبر من الفلوس هو بيلعب في النادي الاهلي. يعني اهم من ان انا جايب ب 100 مليون ولا ب 50 مليون، ضغط النادي الاهلي مختلف عن ان انا جايب فلوس فمحطوط عليها ضغط. يسيب خالص موضوع الفلوس، يحط في دماغه انا بلعب في النادي الاهلي لازم افيد النادي الاهلي، لازم العب اساسي في الحته دي. عنده لعيبه مميزه، ازارو ممكن يكون في عدم توفيق لكن هو بيحاول. انا كواحد يعني المفروض ان انا فنيا يعني اكيد بفهم شويه، انا شايف ان ازارو بيحاول. طالما اللاعب بيحاول ما عندوش توفيق ده عادي بيحصل كتير جدا السنه الجايه، والاهلي يبدا من البدايه بقى ان شاء الله. الاهلي سعى بشكل كبير جدا في مفاوضاته علشان يعرف يستكمل اعاره رمضان صبحي. الى اي مدى شايف فرق رمضان صبحي بعد ما جه في النص الثاني من الموسم بدايه من يناير، واهميته مع انطلاق الموسم اللي جاي مع النادي الاهلي؟ رمضان لعيب مهم جدا، لعيب موهوب، لعيب ليه دور كبير جدا، مع ان رمضان سنه صغير لكن مهم جدا لانه ابن النادي. عارف حاسس ان فتره الاحتراف يعني قبل ما يحترف ممكن سفره وعدم مشاركته بشكل كبير لما رجعته للنادي الاهلي كان تحس ان هو عطشان اكتر، ملعب جعان اكتر، ان هو يكون مؤثر. هو الاهم من ده كله ان هو ابن النادي، فعارف القيمه وقيمه التيشيرت بتاعت النادي الاهلي. رمضان هو من اللعيبه الصغيره سنا ولكن حجما وقدرا مهم جدا، سواء في تجميع اللعيبه او في الملعب. سيف صغير
طبعا لعب في الدوري الانجليزي، مش اي حد لعب في الدوري الانجليزي، ورايح سن صغير في الدوري الانجليزي، لعب بعض الماتشات في المية كويس. فحسين واحده واحده هيبتدي ياخد الثقه، هيبقى من اهم اللعيبه في مصر حسين الشحات الفتره الجايه ان شاء الله. طيب حضرتك فنيا شايف ايه ممكن يكون ناقص المجموعه دي من اللاعبين علشان يحصدوا اللقب التاسع ليهم في دوري ابطال افريقيا اللي ممكن معصلك شويه، التاسعه مش راضيه تيجي بسهوله؟ بص حضرتك بتقولي ان هو الدنيا معصلكه شويه، ولكن النادي الاهلي ما بيخسرش في الاوائل، هو بيخسر الفاينل مثلا، يعني اسوء الاحتمالات في الفاينل. ما هو ان انت تكسب النهائي او يعني دي برده يعني هي ليها سمات مختلفه، يعني حصد البطوله ديت ممكن تكون ناقصه حاجه حتى لو نفسيه. حضرتك شايف ايه اللي ممكن يكون فاضل علشان البطوله تتحسم للنادي الاهلي؟ هي كانت المشكله الكبيره ان احنا خسرنا صن داونز بره بسكور كبير. أيوة. ده خلانا اتحطينا تحت ضغط، ما عرفناش نعوض، فطبيعي ان انت هتخسر البطوله. ولكن انا عايز اقول ده خلاص اتعلمنا منه، او اللعيبه او الجهاز الفني اتعلم من ده، ان انا ابدا حتى في المباريات اللي موجوده زي ما بدات في الدوري. بدات مش هقول ضعيف، بدات ان انا كان عندي ماتشات مؤجله، فطبيعي ان انا تحت. لكن لما ضغطت على نفسي ابتديت اخد مباراه عن مباراه واكسب، ابتديت وصلت للتارجت بتاعي هو الدوري العام. النادي الاهلي ان شاء الله هياخد بطوله افريقيا من البدايه، لان دي بطوله مهمه جدا، بطوله مهمه جدا. النادي الاهلي متعود ياخدها، النادي الاهلي متعود يلعب في بطوله العالم. النادي الاهلي دي بتفرق مع اللعيبه تسويقيا، وبتفرق مع النادي الاهلي ماديا، وبتفرق في النادي الاهلي عالميا. فاللعيبه لازم تبقى عارفه كويس قوي، واللعيبه عارفه كويس قوي قيمه بطوله افريقيا. فان شاء الله نبدا بدايه كويسه باذن الله، بحيث ان احنا ناخد بطوله افريقيا ونرجع تاني لمكاننا الطبيعي ونشارك في بطوله العالم. يعني شايف ان قفشه هيبقى ليه فرصه ان هو يشارك في ظل تالق صالح جمعه الكبير؟ ميزه ان انت لما يكون عندك يعني نادي كبير لازم يبقى عنده لعيبه كتير ولعيبه مميزه. فانا شايف ان صالح كمان انا مبسوط منه جدا ان هو قارس، يعني مركز، وهو لعيب موهوب، يعني هو لعيب مش محتاج في الكره حد يتكلم عليه. قفشه لعيب مهم جدا جدا، بيوصل اللاعب في ثانيه للجول، عنده خبره كبيره جدا. شايف ان الصفقات مهمه، شايف ان قفشه هيبقى دوره مهم جدا، صالح، كل الناس، رمضان، اللعيبه، خلي بالك كل ده بيعمل تنافس بين اللعيبه، فهتلاقي مفيش حد مريح. هتلاقي صلاح محسن ضامن مركزه بالظبط. صلاح محسن ده انا متاكد ان شاء الله السنه الجايه ده هيبقى ليه دور، لان هو خلاص كان بعيد شويه، فلقى ان الدنيا صعبه عليه، جابوا لعيبه كتير، فطبيعي انه هيدوس، هيبقى ليه دور. ولاعب النادي الاهلي لازم يتحط تحت ضغط ان انا لازم انافس زميلي، وانافس ان انا اساعد التيم بتاع النادي الاهلي ان انا انافس على البطولات. هو ده لاعب النادي الاهلي، اللي هو النادي الاهلي لما بيجي يختار لاعب بيختار لاعب، مش ان هو لعيب موهوب بس وخلاص، هو باكج على بعضه. عشان عارفين النادي الاهلي اللعيبه، النادي الاهلي لما بيجيب او الاداره لما بتجيب لاعب مع الجهاز الفني لازم يبقى ليه دور في الفريق. طيب حابه ننتقل بالحديث لنادي الزمالك. من شويه كده كنت بتقول بشكر نادي الزمالك، اتحس ان هم قدموا موسم كده يعني من منافسه كويسه. شفت ايه اسباب ممكن هبوط المستوى؟ المشاركه الافريقيه لاخر مباراه، ولا 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 رحيل مستر كريستين جروس، ولا المباريات وضغطها الكتير؟ يعني ايه الحاله اللي سببت ان ممكن الاهلي من كوبا يعود مره ثانيه، وان الزمالك من الانطلاقه يصبح في كوبا؟ نادي الزمالك زي ما قلت، سياده المستشار هو جاب طبعا لعيبه كويسه جدا، ولكن زي ما قلت لازم النادي يبقى منظومه كامله، ما ينفعش قرار من حد معين. النادي الاهلي كان في دروبات، مجلس اداره جه تدخل مع الجهاز الفني مع اللعيبه، قعدوا شالوا الضغط. كان يعني كابتن خطيب طبعا لما انا كنت حتى كنت بلعب، او لما هو دلوقتي اجتمع باللعيبه، هو قال لهم شيلوا الضغط خالص، بعيد عنكم خالص، احنا كمجلس اداره او جهاز، احنا مجلس اداره ناخد الضغط ده على كتفنا زي ما بيقولوا، انتوا ركزوا في الملعب ماتش في ماتش، ودي كوبا بتعدي. النادي الاهلي حصل له كوبات قبل كده وعدى منها. نادي الزمالك كان بقاله فتره كبيره جدا ما خدش بطولات، فطبيعي ان سياده المستشار جاب لعيبه كتير جدا مميزه، افضل لعيبه في مصر، كل جاب من كل نادي في مصر 2-3، فطبيعي ان اللعيبه لازم تبقى كبيره بالنسبه لنادي الزمالك. هو طبعا لعيب موهوب ولعيب جامد وصغير في السن، النادي الاهلي كان هيجيبه في وقت من الاوقات، ولكن هو راح السعوديه. فشايف ان هو يعني لعيب مهم ولاعب، هل في اجواء نادي الزمالك هل هيقدر يدخل يتأقلم ويتأقلم ويدخل مع التيم؟ لو دخل وتأقلم اكيد مع اساسي، مع كل الناس، لعيبه نادي الزمالك زي ما قلت عنده لعيبه كويسه جدا، ولكن الانسجام مهم. فهل هو هينسجم وهي من بدايه وهيقدر يفيد نادي الزمالك ولا لا؟ هو سلاح ذو حدين، ولكن انا شايف من وجهه نظري ان هو لعيب مهم ولعيب لعيب كويس جدا ممكن يفيد نادي الزمالك. طيب بما اننا بنتكلم على الانسجام، مين بقى مدير فني محلي نقدر نجيبه دلوقتي ينسجم بسرعه كده مع مجموعه اللاعبين اللي موجودين دلوقتي في الدوري المصري مع المنتخب يعني؟ انا شايف في ثلاث اسماء مطروحه
يعني كابتن حسام حسن، كابتن حسام البدري، كابتن حسن شحاته، ممكن نقول بقى الباقي لو بنتكلم مثلا في كابتن ايهاب جلال. انا شايف من وجهه نظري الثلاثه او الاربعه مهمين جدا، ولكن يعني حضرتك قلت الثلاثه او الاربعه دول مهمين جدا، ولكن انا شايف ممكن يبقى كابتن، يعني مش عارف، يعني كابتن حسن شحاته طبعا خبره كبيره جدا وراجل يعني عنده خبرات وخد وعمل تاريخ لينا ان احنا ناخد ثلاث بطولات افريقيه. انت مع الخبرات ولا مع الشباب طيب؟ مع الاثنين، في ناس عندها الاثنين، يعني كابتن حسام بدر عنده الاثنين، الكابتن حسام حسن عنده روح وعنده خبرات كبيره جدا. وفي نقطه مهمه تحسب للكابتن حسام بدر لمزج المنتخب حسام حسن، ان هو عايز يمسك الحته دي، فان هو عايز يمسك الحته دي وعارف عايز يدي فيها بقى اكتر حاجه بالظبط، هيدي بيها بشكل جامد، لان هو طبعا لعيب دولي ولعيب خبره ومدرب عنده خبرات ومسك منتخبات، مسك منتخب الاردن قبل كده وعنده خبره كبيره. كابتن ايهاب جلال ما خدش فرصه، ولكن عنده طموح، عنده فكر، عنده هدوء، وده مهم جدا، عنده حسم، لان انا عارف كابتن ايهاب جلال كويس. شايف ان الاربعه مهمين، ولكن اللي ممكن يدور ليه دور كبير جدا ان يمسك منتخب مصر اعتقد ممكن يكون الكابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن، ايه اكتر حاجه شايفها مهمه عند المدير الفني القادم لمنتخبنا الوطني غير الفنيات؟ ايه حاجه تانية من المعايير اللي هتكون فارقه في وجودها عنده؟ في مدير فني اجنبي ولا مصري؟ لا مصري، هو كده كده مصري. هو لو مصري هو عارف كل صغيره وكبيره موجوده. يعني لو قلنا مصري هو عارف يعني او مرشح بقوه للمنتخب كابتن حسام بدري، عنده خبرات، عنده شخصيه، فطبيعي ان هو برده من ضمن الناس اللي تقدر تسيطر. كابتن ايهاب جلال بقى ليه فكر تاني خالص، ان هو بيقدر يسيطر بس بفكره هو، بهدوءه، بطريقته، وده مهم، مش ان انا ازعق او ان انا ابقى لا، في طريقه تانية. وشايف ان كابتن ايهاب جلال، يعني انا حظي ان انا ما لعبتش معاه، بس لعبت مع، يعني كان ماسكني وهو مدير كوره في النادي المصري، ولكن كانت امنيتي ان انا العب معاه كلاعب وهو مدرب. اخر حاجه خالص لازم اكتب، ايه اكتر مركز حضرتك قلقان عليه في منتخبنا الوطني؟ ولا مركز. عندنا مركز. عندنا مصريين يقدروا يكونوا في كل المراكز دي، عندنا كل حاجه، عندنا حراسه مرمى كلها زي الفل، عندنا الدفاع زي الفل، عندنا نص الملعب زي الفل، عندنا من افضل لعيبه العالم موجوده عندنا في المنتخب، عندنا فراوده، ولكن هي الحته بس اللي قدام شويه لازم يبقى فيها حد يطلع لنا كده زي متعب، حد يطلع لنا كده زي اللي بيخلص كابتن حسام حسن بيخلص. فموجود مروان موجود، ولكن مروان يعني ما كانش بيوصل له كور كتير جدا، بيحاول، ولكن احنا عندنا بقى قفشه، ده هيبقى ليه دور، صالح جمعه هيبقى ليه دور، يقدر يوصل الناس. فانا شايف ان المركز ده عايزين مع مروان ومع كوكا ومع الناس اللي موجوده يطلع لنا حد متعب، حسام، كابتن حسام حسن، قناص، عايزين قناص. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن امير. طبعا كابتن امير عبد الحميد واحد من نجوم نادي الاهلي في حراسه المرمى، نورتنا وصباح الفل على حضرتك. شكرا لك. شكرا مبسوط لحضراتكم مشاهدينا، ان شاء الله بكره لقاءنا يتجدد مع حضراتكم وحلقه جديده من العبها صح، تحياتي.